مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله حلقة هتكون مميزة جدا كالعادة، بنغطي أحداث وكواليس الساحة الرياضية بالكامل، وبالأخص طبعا فريقنا النادي الأهلي اللي بيستعد بقوة إن شاء الله لمباراة مهمة يوم السبت الجاي في المشوار الأفريقي أمام فيتا كلوب. كمان عندنا على مستوى أسر النادي الأهلي، أسرة النادي الأهلي اللي بتضم عديد من الأسر المميزة جدا، هتكون في فقرة مميزة مع سهام مع أسرة أهلوية 100%. لكن في الفقرة الأولى بعد الانترو عندنا طبعا عندنا الصحفي الكبير أستاذ محمود صبري رئيس تحرير جريدة الأهرام، هيكون مشرفنا، هنتكلم معاه على طبعا مشوار النادي الأهلي وإزاي بإذن الله إن شاء الله النادي الأهلي يكون موجود في دور الثمانية في المشوار الأفريقي. بعد الأستاذ محمود صبري سهام هتكون طبعا مع اثنين من أسر النادي الأهلي في كرة اليد، هنتكلم معاهم على مشوارهم على أملهم وعلى طموحاتهم، وإن شاء الله في آخر لقاء هنا في البيت الكبير معنا النجم الكبير فتحي نصير هيكلمنا أيضا عن مشوار النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة مميزة. مساء الخير عليك يا سلام. يا رب مساء النور. أهلا مساء النور. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الأهلي العظيم برحب بيكم وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. لكل اللي بيتابعنا داخل وخارج مصر بنرحب بيكم النهاردة. قبل ما ندخل في أي تفاصيل من أخبارنا عايزين ننوه، أو إحنا بنستنى أكيد تفاعلكم مع سؤال حلقتنا النهاردة على صفحات القناة المختلفة زي ما ظاهر أمام حضرتكم على الشاشة دلوقتي. توقع أو توقعي نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلاب الكونغولي يوم السبت اللي جاي إن شاء الله. طبعا بنتمنى وبندعي من هنا لحد يوم السبت انه ربنا يكرم الاهلي باذن الله ويحصل على ثلاث نقاط مهمه جدا. وبما اننا بنتكلم عن سؤال حلقتنا النهارده فيبقى اكيد هنبدا بالمواجهه الافريقيه امام بطل الكونغو. اكيد مباراه صعبه، اكيد مباراه مش سهله، دوافع فيتا كلاب قائمه، لكن احنا الحقيقه هدفنا الاساسي هو الفوز وحصد الثلاث نقاط زي ما قلنا علشان نرجع مرة تانية لصدارة المجموعة. وأنا بشوف يعني ما أعرفش يمكن مباراة فيتا كلاب في الجولتين الثالثة والرابعة هم دول اللي ممكن يقربوا الأهلي جدا جدا بإذن الله من التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. دي ناحية. الناحية الثانية كلنا عندنا ثقة الحقيقة كاملة جدا جدا في جهازنا الفني وفي اللعيبة إن هم بإذن الله يقدروا يحققوا الفوز ده في مباراتي فيتا كلاب، وتكون دي بإذن الله بداية انطلاق جديدة علشان نحافظ على بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي. صحيح. أخد بقى رأي كابتن هاني رمزي في الكلمتين دول. لا طبيعي طبيعي. كلنا عارفين أن مباراة طبعا مباراة فيتا كلاب اللي جاية مباراة صعبة، مباراة أنا شايف أن المباراة دي باكج، مباراة بروحين. أولا هنا في القاهرة إن شاء الله لا بديل عن الفوز، ده شيء طبعا كل الناس عارفاه وجماهير النادي الأهلي طبعا عارفاه واللعيبة والجهاز يعني. كمان هناك في الكونغو هتكون مباراة كمان مهمة جدا زي ما بقول لحضراتكم، هو باكج مباراتين على الأقل إن شاء الله، أربع نقاط ست نقاط خاصتنا اللي احنا عايزينه. عندنا المباراه اللي بعديها هنا مع سيمبا ان شاء الله نفوز عليها وبالتالي نكون اول المجموعه ونتصدر المجموعه، وده هدف النادي الاهلي دايما، هدف الاهلي هو تصدر المجموعه بشكل كبير. اكيد المباراه اللي جايه اعتقد مباراه مهمه، كل اللاعبين مركزين بشكل اكتر من رائع، وزي ما اتكلمت مع حضراتكم خدنا ايجابيات مباراه طلائع الجيش رغم عدم الاداء الجيد، لكن كان في ايجابيات كبيره جدا ان شاء الله الايجابيات دي يعني تكون موجوده باذن الله يوم السبت في الملعب. كل اللعيبه جاهزه، الجهاز الفني بقدر الامكان بيحاول يصلح بعض الاخطاء. السؤال اللي قدام حضراتكم توقع نتيجه من المباراه ان شاء الله باذن الله هنتابع مع حضراتكم كالعاده هنا في البيت الكبير ردود افعالكم توقعاتكم للمباراه، لكن انا على المستوى الشخصي بقولها من دلوقتي ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بنتيجه طيبه. انا بعتقد 2-0 للنادي الاهلي ان شاء الله، نتيجه 2-0 باذن الله. يعني انا شايف النادي الاهلي يعني بالرغم زي ما اتكلمنا ان مباراه طلائع الجيش خليها مش هنتكلم عليها تاني، دايما بحب اخد الايجابيات، وجود اجايين ان شاء الله باذن الله يكون في كثافه هجوميه بشكل كبير جدا، اللعيبه عندها اصرار وعارفه
ومتأكدة أن مباراتي فيتا كلاب في القاهرة وفي الكونغو أعتقد دي بتديهم أريحية كبيرة جدا. إن شاء الله نحصل على 6 نقاط، نرجع نلعب مع سيمبا وبعدين المباراة الأخيرة مع المريخ بإذن الله بالترتيب ده وبالتركيز العالي وبالإصرار وبإرادة اللعيبة تتصدر المجموعة. إن شاء الله نتصدر المجموعة لأن ده المهم، النادي الأهلي بإذن الله يتصدر المجموعة ويكون موجود في دور الثمانية، وده ده ده الشيء المهم جدا. إن شاء الله يوم السبت تكون مباراة يعني مباراة قوية على المستوى الفني. أنا شايف إن النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله المهم جدا إنه يحط ريتمه من الأول، إن إحنا ما نستناش للشوط الثاني علشان نبدأ نستعجل شوية، مش هيكون في مصلحتنا. إحنا إن شاء الله الشوط الأولاني بإذن الله ممكن نحرز هدف، الشوط الثاني كمان نغطي بهدف، هيكون عندنا أريحية كبيرة جدا، هتدي ثقة للعيبة أكيد والجهاز الفني أكيد. أنا متأكدة وإن شاء الله كلنا ثقة في جهازنا الفني مرة تانية وفي اللعيبة إن هم فعلا إن إحنا أنت خسرت فعلا في الدور اللي فات قدام سيمبا، لكن ده مش معنى إن الأهلي يتهز. يعني هي دي بقى عبقرية الأهلي، أنا بشوف كده، يعني دي عبقرية النادي الأهلي إنه بيرجع تاني. احنا يعني مباراة ولا اكتر، بس ان شاء الله قادرين جدا جدا ان احنا نحتل صدارة المجموعة، وان شاء الله بنحصد البطولة ديت لتاني مرة على التوالي. وخلي بالك يا سلام، هو ده الوعد، يعني نفتكر بعد كاس العالم للأندية وازاي اللعيبة والجهاز الفني كانوا فخورين بفوز بالثلاثية، ده دوم انطباع ووعد ان شاء الله. وموسيماني قال واللعيبة قالت ان شاء الله السنه الجايه نكون موجودين في كاس العالم للانديه من خلال طبعا الفوز بالبطوله الافريقيه العشرة، وده عهد على اللعيبه. كمان يا كابتن اللعيبه ده طبعا شيء كلنا مهم جدا. كلنا سبورت للعيبه، احنا من ناحيتنا كلنا بندعم اللعيبه، مفيش شك، كلنا يعني بندعم مجلس الاداره اكيد والجهاز الفني، فان شاء الله احنا ثقتنا في لعيبتنا كبيره جدا، فمش عايزين بقى اللغه بقى اللي هي ايه بقى اللي انت عارفها، يعني لغه اللي بتطلع من البعض، لغه الاحباط مش موجوده البعض. خلينا نتكلم بكل امانه، لغة الإحباط في النادي الأهلي غير موجودة أكيد طبعا. حتى لما بيكون في بعض السلبيات بنتكلم مع جماهيرنا بنشرح الكلام دوت بأسلوب يليق بالنادي الأهلي، لكن لغة الإحباط مش موجودة، دايما موجود روح الانتصار، روح الفانيلا الحمراء هي الموجودة. عودة النادي الأهلي في الدقيقة 92 من خلال هدف أجاييه، ده عودة قوية جدا وروح عالية جدا. إن شاء الله روح النادي الأهلي، إصرار اللعيبة، إصرار الجهاز الفني وجماهير النادي الأهلي دايما وراهم ودايما سبورت للفوز بمباراة فيتا كلاب يوم السبت. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير إزاي النادي الأهلي بيستعد لهذه المباراة المهمة في المشوار الأفريقي والعشرة يا أهلي. طيب قبل ما نروح للأخبار العالمية اللي معانا النهاردة، الحقيقة الجهاز الفني للأهلي بيقرر تغريم محمود عبد المنعم كهربا. كهربا اتغرم 200,000 جنيه واتحرم من المشاركة في المباريات لمدة شهر قادم لعدم الالتزام. صحيح، والنهاردة الخبر اللي طلع، وخلينا دايما باختصار شديد جدا جدا، النادي الأهلي ما يميز إدارته هي عملية الثواب والعقاب، فده اعتقد شأن يخص النادي الاهلي. وخلينا نتكلم بكل امانه، ما تخليش الخبر ده ياخدنا من الاهم، الاهم دلوقتي عندنا الكيان النادي الاهلي، يعني مباراه سيمبا. طبعا في السوشيال ميديا هتلاقي اخبار كتير ليه وازاي، ويبدا الناس غير المنتمين للنادي الاهلي يخشوا بتعليقات ملهاش لازمه. دي اداره النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي الثواب والعقاب هو قانون النادي الاهلي، ودايما بنحترم ادارتنا وبنحترم قراراتها، وبالتالي خلينا مركزين في الاهم. الاهم ان شاء الله هو المشوار الافريقي باذن الله الفتره اللي جايه، مباراه سيمبا فيتا كلاب ان شاء الله، وزي ما قلت لحضراتكم مباراتين فيتا كلاب رايح جاي، ان شاء الله نحصل على 6 نقاط على الاقل خالص، 4 نقاط، نرجع ان شاء الله باذن الله على المريخ ونفوز، والمباراه الاخيره هتكون باذن الله امام سيمبا برضو نفوز ونتصدر المجموعه بشكل كبير باذن ده الله. ده المهم يا سيد، طبعا ده المهم. طبعا نروح للاخبار العالميه اللي معانا النهارده، وبالتحديد من اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي عقدت اجتماع الحقيقه بالفيديو كونفرنس مع اللجنه اللي بتنظم اولمبياد طوكيو اللي هتنطلق ان شاء الله يوم 23 يوليو اللي جاي. انتوا عارفين الاولمبياد ديت كانت اتاجلت السنه اللي فاتت، كانت المفروض تتم، لكن طبعا بسبب جائحه كورونا تم تاجيلها للسنه دي، فان شاء الله هتكون في شهر 7 اللي جاي. الاجتماع ده كان بيطالب فيه الالماني توماس باخ ده رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه،
طالب انه اللعيبه والبعثات اللي هتشارك في الاولمبياد السنه دي تكون كلها حصلت على اللقاح قبل ما تسافر لليابان ان شاء الله. الاجتماع ده كان بيتكلم عن برضو الاجراءات الاحترازيه، الاجراءات دي طبعا اللي هتكون غير مسبوقه وشديدة الصرامة والحسم علشان تمنع أي انتشار أكتر لفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو. طبعا احنا عندنا أبطال من مصر تأهلوا للأولمبياد، عندنا منتخب كرة القدم تأهل كمان للأولمبياد، العالم كله بيتابع يعني طبعاً البطولة العالمية ما دي مفيش شك كلنا سعداء أولا بأن البطولة هتتلعب، لأن زي ما أنت عارفة كان في يمكن خلال السنة اللي فاتت كان قالوا البطولة هتتلغي، لكن البطولة اتأجلت السنة اللي فاتت وانت زي ما قلت لي سهام عندنا منتخب قوي جدا طبعاً. عندنا المنتخب الأولمبي أعتقد الكابتن شوقي غريب سعيد جدا جدا بالمستويات اللي بيقدمها بعد طبعا حصوله على البطولة الأفريقية وتأهله للأولمبياد. الأولمبياد محفل عالمي كبير جدا جدا، كان ليا الشرف انا ان اكون موجود في اولمبياد 2012، ودايما الاولمبياد بتخرج نجوم ومحترفين كتير عندنا زي صلاح والنني، ناس كتير جدا احترفت من خلال الاولمبياد. عندنا كمان فريق كويس قوي كابتن شوقي غريب سعيد، اكيد ان لعيبة المنتخب الأولمبي كلها تقريبا بتشارك بصفة أساسية مع أنديتها، طبعا لعيبة كلها كبيرة، في منهم احترف زي مصطفى محمد في جلاتا سراي، فأعتقد بإذن الله ونأمل كلنا إن شاء الله إن المشاركة اللي جاية في الأولمبياد مع الكابتن شوقي غريب بإذن الله كلنا طموحات إن احنا نحصل على ميدالية. وطبعا بمناسبة طبعا الإجراءات الاحترازية واللقاح، كمان النهاردة الأسطورة بيليه البرازيلي طبعا نشر صورته وهو بياخد اللقاح، وجه رسالة مهمة جدا للجماهير وقال انه يوم لا ينسى، قد حصلت على اللقاح، الجائحة لم تنتهي بعد، علينا التحلي بالانضباط من اجل الحفاظ على حياتنا حتى يحصل الكثير على اللقاح. رجاء طبعا على لسان بيليه، رجاء استمروا في غسل ايديكم والبقاء في منازلكم إن أمكن. طبعا الجوهرة الكبيرة العظيم بيليه النهاردة كمان بيوجه رسالة توعية لكل الجماهير في العالم. جائحة الحمد لله في لقاح، وبدأت الناس كتير جدا في بعض البلاد تاخد هذا اللقاح، لكن هو بيقول الجائحة لم تنتهي، وبيقول وبيدعي إن احنا نلتزم الحظر في السنوات اللي جاية أو في الأيام اللي جاية. ده دور نجوم المجتمع افتكر يعني ده دور مجتمعي مهم جدا طبعا. يعني الشخصيات ديت لما تطلع وتكلم الناس، الكورة دايما بنقول عليها اللعبة الأكثر شعبية في العالم كله طيب. فدور مهم جدا من بيليه، دور مهم جدا من رونالدو، إن هم يطلعوا يكلموا الناس ويحذروهم إن هم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، مهم مهم جدا جدا يا جماعة الموضوع ده. نروح ل الدوري الإيطالي وبالتحديد يوفنتوس. يوفنتوس طبعا امبارح كان محقق فوز كبير قوي على سيبيزيا في الدوري الإيطالي بنتيجة 3-0. كريستيانو رونالدو الحقيقة سجل الهدف الثالث لليوفي، ولحد هنا يمكن ممكن يكون الخبر يعني عادي يعني كالعادة، لكن انت النهاردة يا رونالدو بتحقق رقم كبير جدا بالمباراة دي والهدف ده، لأن المباراة دي على فكرة رقم 600 في مسيرة رونالدو في الدوريات فقط، يعني بطولات الدوري بس بالنسبة لرونالدو ده رقم 600 بتاع امبارح، وده الهدف. الهدف اللي سجله ده وصله 470 هدف في مسيرته، برضو بنتكلم على بطولة الدوري المحلي عندهم. رونالدو طبعا زي ما احنا عارفين مسيرة كروية حافلة، يمكن بدأ في الدوري البرتغالي مع سبورتنج لشبونة، بعد كده مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم ريال مدريد الإسباني، ودلوقتي بيحقق يمكن يعني أعظم زي ما بيقولوا في الدوري الإيطالي. ما فيش شك أن رونالدو ب 36-37 سنة بهذا الإنجاز اللي بيقدمه لسه مستمر وعلى القمة دايما، ودايما هو عنده الطموحات، ودايما رونالدو لما بنتكلم دايما المقارنة رونالدو ميسي، رونالدو عنده الإصرار والعزيمة وعنده قوة ان هو ينتقل للدوري الايطالي وهو في مجده ويخش تجربة جديدة، والنهارده بيحقق نتائج اكتر من رائعة ليوفنتوس. حضراتكم عارفين ان طبعا الدوري الايطالي الانتر في المركز الاول وميلان في المركز الثاني، ليوفنتوس في المركز الثالث واتلانتا في المركز الرابع، لكن رونالدو كمان عنده صراع على هداف الدوري مع لوكاكو طبعا نجم الانتر، لكن كل التحية طبعا لرونالدو من يعني ظاهرة من عظيمة جدا جدا. لو كنا لسه بنتكلم على بيليه اعتقد كمان رونالدو هيكتب اسمه في التاريخ او خلاص كتب اسمه في التاريخ من عظماء كرة القدم.
من رونالدو نروح لظاهره اخرى، ابراهيموفيتش. ابراهيموفيتش كالعاده رغم ان هو متالق مع الميلان لكن دايما مثير للجدل في الوقت اللي طبعا الكل بيعاني فيه من فيروس كورونا. ابراهيموفيتش بيعلن انه هيكون ضيف شرف مهرجان سان مارينو، ده الشهير للموسيقى في ايطاليا، في مهرجان للموسيقى في ايطاليا ابراهيموفيتش هيكون هناك. وعارفين ان ابراهيموفيتش على مستوى الدوري الايطالي متميز جدا جدا مع الميلان، يمكن في المباراه اللي فاتت اصيب في اصابه في العضله في مباراه روما اللي فاز فيها الميلان 2-1، و هيغيب طبعا عن مباراة أودينيزي وفيرونا، وكمان في مباراة مهمة جدا جدا مع مانشستر يونايتد في دور ال 16 للدوري الأوروبي. إبراهيموفيتش اتكلم عن الموسيقى، وكلنا كنا بنشوف إبراهيموفيتش دايما حتى لما بيروح المباريات في أوضة اللبس دايما حاطط السماعات، بيحب جدا الموسيقى، وهو قال انه دايما حتى في التدريبات بيستمع للمزيكا، وهو هيشارك في هذا المهرجان، المهرجان اللي بدأ امبارح وهينتهي يوم 6 مارس الحالي. طيب كان في امبارح يمكن مشهد غريب جدا، المشهد ده برضو كان حاصل في الدوري الايطالي. فريق لاتسيو المفروض كان هيلاعب تورينو، تورينو في روما طبعا. تورينو دي مدينه صغيره جدا في ايطاليا الحقيقه، ومعروف ان هي النهارده من اكثر يعني المدن في ايطاليا اللي منتشر فيها فيروس كورونا، فعاملين حجر صحي بين اللعيبه وجهاز الفن بسبب انتشار الجائحه. ولكن لاتسيو نزل ارض الملعب وأعلن التشكيل وفقا للبروتوكول المتبع في المباريات، وبعد كده تتلغى المباراة يعني بشكل رسمي. فده برضو يعني أمر طبعا غريب يعني جدا. هو طبعا كل الفرق بتروح، الفرق الجاهزة بتروح، اللعيبة بتنزل بتقدم التشكيل كالعادة، لكن طبعا غياب الفرقة الثانية طبعا هو بيلغي المباراة بشكل، يمكن كان في بعض الدعابة على الصحافة في أوروبا، لكن كان ده كان شيء طبيعي. من إيطاليا نروح لألمانيا، وعايز اكلم حضراتكم وافكر حضراتكم الكاس المانيا كاس يعني مسابقه يعني ساخنه جدا. تفتكروا حضراتكم كيل اللي خرج البايرن من السباق في كاس المانيا النهارده كان كمان بيلعب في دور الثمانيه. عارفين احنا دور الثمانيه كمان من الحاجات اللي عايز اقولها لحضراتكم، 8 فرق من ضمنهم يعني من اللي بيلعبوا في الدور او الكوارتر فاينل في كاس المانيا، منهم 3 فرق في المستوى الثاني والمستوى الثالث، يعني في فرقتين في الدوري الدرجه الثانيه او البوندس ليجا 2، فريق كيل وفريق اسن، ده بيلعبوا دلوقتي في الكوارتر فاينل. وفي ريجنسبرج ده في الدرجه الثالثه او في الريجنال ليجا، ده هناك في المانيا. فعايز اقول لكم كاس المانيا ده مفاجآت، وجود 3 فرق من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة في كأس ألمانيا. لكن الخبر اللي معانا عن أحد الأندية الكبيرة بروسيا دورتموند اللي اتغلب امبارح على مونشنجلادباخ في الكوارتر فاينل في كأس ألمانيا. المباراة كانت مثيرة جدا جدا جدا. سانشو طبعا المتألق ودايما مرشح، يعني هو دلوقتي مرشح للانضمام لفريق ليفربول، هو اللي بيحرز هدف الفوز. و المباراة كانت مثيرة، يعني مونشنجلادباخ كمان من الفرق اللي بتقدم مستويات رائعة، لكن زي ما حضراتكم شايفين دورتموند كمان بيلعب كورة جميلة جدا جدا، متوسط أعمارهم صغير جدا، عندهم نجم كبير زي هالاند بيقدم مباراة أكتر من رائعة. يمكن مباراة كانت مثيرة، كمان الحكم لغى هدفين، ويعني في نهاية المباراة طبعا دورتموند بيصل للدور قبل النهائي، ودايما ده يمكن النسخة الرابعة اللي بيوصل فيها دورتموند لنصف النهائي، ودايما لما بيوصل للنصف النهائي بيكون في موجود في المباراة النهائية. ده اللي هنشوفه، يعني المباراة النهائية أو كأس ألمانيا دايما في مفاجآت، لكن يا ترى هيكون دورتموند موجود في النهائي؟ يمكن هنشوفه في الأسابيع اللي جاية. طيب أخبارنا خلصت، ومعانا في الفقرة الأولى طبعا زي ما نوهنا نستقبل أول ضيوفنا الأستاذ محمود صبري طبعا مدير تحرير جريدة الأهرام مع كابتن هاني رمزي في البيت الكبير. بجدد التحية لحضراتكم في البيت الكبير. أول فقراتنا الحوارية هتكون مع الناقد المتميز ورئيس تحرير جريدة أو الناقد في جريدة الأهرام الأستاذ محمود صبري اللي دايما بتشرفنا. أستاذ محمود إزيك؟ صحيح. أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ تانية؟ أقول تايتل تاني؟ مش رئيس تحرير.
مدير تحرير جريده الاهرام. الله يخليك وان شاء الله تكون رئيس تحرير يا رب. يعني فالخير يعني. ان شاء الله. منورنا بالكبير يا استاذ محمود. عندنا بعض الملفات عايزين نتكلم فيها مع حضرتك، اهمها طبعا ملف النادي الاهلي ان شاء الله لمباراته واستعداداته ليوم السبت. كمان عندنا على الشكل الدولي منتخب مصر، عندنا كمان خبر حلو خلاص الاولمبياد ان شاء الله بيستعدوا ليها بشكل كبير جدا. نتكلم برضو على منتخبنا الاولمبي وبعض طبعا الاخبار على الساحه الرياضيه الموجوده النهارده في مصر. نبدا بالنادي الاهلي واستعداداته للمباراه المهمه جدا جدا امام فيتا كلوب يوم السبت ان شاء الله. نعم، مباراه مهمه جدا طبعا، محتاجه مزيد من التركيز طبعا بعد ما حصل في تنزانيا في مباراه سبا التنزاني. اكيد عملت رد فعل في الشارع الاهلاوي بالذات، كمان صحيح. اخذت عملت صد ورد، ولكن يعني عاوز اقول القدره على امتصاص حاله الغضب الكبير اللي حصل من المباراه وخروج اغلب اللعيبه بظهورهم بعيد عن مستواهم نتيجه تلاحم المباريات، برضه عاوزين نقول الناس يعني لما تتناول المسائل تتناولها بنوع من العقلانيه. ومساله المطالبه بانه موسيماني يقعد موسيماني يمشي، الكلام ده مش في الاهلي يا جماعه، ولا في حسابات الاهلي الكلام ده، ولا وعدت ناس تتكلم من النهارده لغايه السنه الجايه، مش هيحصل. لانه لو كان الاهلي يدار بهذه الفكره ما كان وصل الى ما وصل اليه الان. الاهلي اكبر واعمق من كده، ادارته وعندها من الخبرات وتحمل وامتصاص الصدمات بصوره او باخرى، بتبقى العمليه يعني ما بتبقاش فيها رد انفعال، لا بيبقى فيها نوع من الهدوء. لو عايزين نحكي في التاريخ وفي الحواديت وفي المواقف هنقول كلام ممكن الناس ما سمعتش عنه قبل كده. لا، مباراة سيمبا كانت درس مهم جدا، ودرس للعيبة أولا، ثانيا درس للجهاز الفني، لأنه في حاجات كتيرة وتقبل النقد بصورة أو بأخرى شيء مطلوب طالما هذا النقد يتم بصورة إيجابية ليس صورة سلبية. مش مطالب منك أن نهيل التراب عشان نتيجة مباراة واحدة. ده فريق أول مرة يخسر، اول مره يخسر مباراه، الناس كانه نسيت، ناس بتتكلم كانه الاهلي مش من ما جابش البرونزيت مونديال الانديه يعني برضو يعني المساله الحسابات لا مختلفه. الجهاز الفني اكيد اكيد لازم يكون درس اللي حصل، اكيد يكون عنده حسابات مختلفة، أكيد في حاجة في ضغوط اتعرض لها، ده كله مش هيكون مبرر ليه أكيد، وفي تصحيح للخطأ ودراسة الأمر زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده. قلت لك بعد المشاركة في مونديال الانديه بالدوحه كان يتوجب ان المشهد بصفه عامه وفارق المستوى في الكوره اللي بيننا وبين البايرن كانت واضحه ان الحاجات دي بتبقى في محل دراسات، وانك انت امتى تاخدوا الخطوه المهمه جدا وتبتعد عن كل الكلام ده وتروح تقرب من المسافات، انك انت يبقى عندك كوره بتقدم كوره سريعه ومختلفه. والكلام ده مش هيجي في يوم وليله، هيجي محتاج العمليه محتاجه شغل، محتاج بناء كبير يتم، ما بيتمش في يوم وليله وفي ساعتين وفي ثلاث ساعات وفي سنه، لا ده شغل كبير جدا وشغل مش مدير فني، ده اجهزه ولعيبه ويعني مجموعه عمل متكامله واجواء مناسبه. مباراة سيمبا كانت درس مهم، كانت نقطة وصدمة مهمة جدا حتى استفيق الفريق بصفة عامة قبل الدخول في المعمعة. انت عندك موسم طويل ما بين دوري ما بين كاس اثنين على المستوى المحلي، دوري ابطال افريقيا وبطولة والحلم للوصول للعشرة، عندك كمان هيبدا المنتخب الوطني تصفية امم افريقيا، عندك هيبدا تصفية كاس العالم، كل دي مشوار ومباريات صعب. مباريات كتيره جدا، ويمكن جداً. في البيت الكبير عرضنا يعني عرضنا من محتاج في الحاله دي انه كمان الجهاز الفني الجهاز الفني يكون عنده الثقه والقدرات في انه مرحله تدوير اللاعبين، انك انت ازاي يبقى عندك عناصر ثابته في مباراه افريقيا شكلها ايه، وعندك في الدوري المحلي عشان ما يحصلش على طول، لانك انت هتلعب 10 مباريات في 27 يوم لما انت تمسك الجدول مثلا في الفتره دي صعبه جدا، يعني مزبوط. محتاجه قدرات ومحتاجه كمان لما تلعب منافسين ما عندهمش الضغط اللي عندك يعني ايه، فتبقى في نوع من الاريحيه بالنسبه لهم، محتاج انك انت اللياقه البدنيه للصفاء الذهني يعني الجمل هيحتاج شغل كبير جدا. فمباراه سيمبا كانت نقطه وكانت يعني صدمه ايجابيه من وجهه نظري في وقت مهم جدا، لانه اللي حصل في سيمبا ما كان يجب ان يحصل مع فريق بحجم النادي الاهلي. لو كان يعني مباراه فيها كثير من الامور اللي نقدر نتكلم فيها او الناس اتكلمت فيها، لكن مباراه فيتا كلوب مباراه صعبه لان دي مباراه محوريه نحو التاهل جدا، لانها هتلعب مع فيتا مباراتين بست نقاط، لازم تحسم على الاقل هنا في ملعبك ان شاء الله يوم السبت الثلاث نقاط حتى تذهب لمباراه العوده بتفكير مختلف، تفكير صحيح. الناس هتنتظر من الفريق في مباراه العوده يكون الشكل عامل ايه كمان. ومباراه
اللي جايه كمان اهميتها ان كمان انت لسه بتتكلم في تلاحم المباريات. النادي الاهلي تقريبا يعني هيلعب كل 3 ايام مباراه. فيتا كلاب طبعا بعد فوزه على المريخ بنتيجه كبيره جاي بثقه وجاي قبل كمان ميعاد المباراه باسبوع. بالتالي كمان هو مريح ومركز كويس قوي جاي مصر عشان بيحضر وبيدرس وبيشوف وهيتفرج وهتجيله الشرايط وهتجيله الكلام ويسمع وهيبص على المشهد بصفه يعني. عامه وكده هيتابع ويقدر يعمل اللي هو حاله انه استعداد لمباراه مهمه جدا. فمباراه الخطوه فيها مهمه جدا يعني على فل التركيز والجميع ينسى اي خلافات ينسى اي مشاكل التركيز في الملعب لانه الفوز في مباراة فيتا من وجهة نظري مش 3 دول 6 نقاط هيبقوا يعني من وجهة نظري لانه مش هتكلم عن المباراة الثانية لكنك انت تخطو وتقلل امال فيتا كلوب قبل ما تروح تلعب على ملعبه ده شيء مهم جدا. هو بيقول لك احنا مش خايفين من الاهلي مدرب فني بيتكلم واحنا مش كل ده الكلام على عينه وعلى راسه لكن الملعب حاجة ثانية. المباراة صعبة مباراة مش هتكون سهلة تبقى محتاجة تركيز من الموسيماني ايضا اللاعبين لازم يكونوا عارفين خطورة الامر لانه الماتش كمان بتاع الدوري مع الطلائع شوف الماتش كان عامل ازاي والفرقه وتوفيق يعني الشناوي كان في سبحان الله تألقه وحضوره جاي في المباراه عمل يعني حاجه كويسه جدا لكن اللعيبه الباقيين رغم الجهد لكن محتاجين وقفه مع النفس يعني في ممكن الجانب البدني هل في ارهاق هل في تفاصيل احنا ممكن ما نعرفهاش لكن عاوز اقول انه يا جماعه لا الاهلي لا انت لازم تكون بس كان مكسب مهم قوي ده طبعا لا يعني لا لا انا, ده أنا ده بحط نفسي برضو مكان اللعيبه اعتقد مجهود بدني بيحصل بشكل كبير كلنا بنشوف ان تاني ان الاداء ما كانش على المستوى المطلوب لكن دايما بتبقى النتيجه هي الاهم وخاصه انها قبل مباراه مهمه يعني تخيل معايا لو النادي الاهلي مثلا تعادل لا قدر الله مباراه طلائع الجيش او حصل خساره الشكل المعنوي بيختلف تماما ودخول على مباراه مهمه محتاجه فوز والفوز بيجي في الدقيقه 90 كالعاده فدوت حاجه بتدي موتيفيشن وبتدي امل ان شاء الله ان الروح دي تستمر يعني ما دي شخصيه البطل يا كابتن انك انت بتستسلمش وما تفقدش الرغبه في ان تصل للنقطه اللي انت عايزها فبتقاتل حتى اللحظه الاخيره ونتيجه الجهد والعمل المتواصل في الملعب وانك انت ضاغط وبتاع وحتى لما حصل عندك اكتر من هجمه مرتده كان عندك حارس عملاق حاضر ربنا يوفقه في انه يتصدى في لحظات حاسمه جدا كان ممكن تتقلب فيها نتيجه المباراه كل ده يؤكد على انك انت لا يعني اللعيبه برضو يعني يمتزج بيها روح البطل في الوقت في الاوقات الصعبه يظهر المعدن الاصيل للعيبه الاهلي الاصرار لكن لو انت لو فرقه عاديه واستسلمت وخلاص ويلا وراضيين بالنتيجه 1-1 ونحافظ وخلاص وقف ورا مكان ما يبقاش ده الاهلي لا ما هو الناس بتزعل ليه؟ الناس تزعل يعني شوف انت كان رده الفعل ازاي في مع البايرن الناس كانت عاوز نفسها تشوف فرقتها انها تهاجم يعني هم ايه عارفين القدرات والفارق لكن نفسهم يشوفوا هجمه نفسهم يشوفوا يحس ده هو ده الاهلي يعني طيب. ناس عندها قناعات وايمانها بالبطل بالصوره دي عامله عندها المشكله دي عند ناس عندها المشكله دي ان ايه لا انا مش لا يمكن اقبل الهزيمه لكن هي في الرياضه اذا لم يكن هناك اخطاء ما مش هيبقى فيه انك انت تبحث عن الطريق صح الخطا بيعلمك انك انت بتتعلم من في مشوارك ازاي تصحح عشان تبقى بطل وتصل للقمه فمباراه الطلائع كانت مباراه مهمه ومفصليه جدا ودايما الاهلي بيديك في مشواره حتى في المسابقه المحليه حتى وفي دوري ابطال افريقيا بيديك لقطات تفقد فيها الامل ثم يعيد لك الامل مره اخرى مباراه سيمبا انا يعني وجهه نظري لابد ان تمحى من الذاكره مباراه وعدت يعني وتكون مباراه فيتا ان شاء الله يوم السبت بدايه جديده بدايه قويه مزيد من التركيز ان شاء الله التوفيق طب رؤيتك للمجموعه ديت مجموعه يمكن بعد الجوله الثانيه اشتعلت يعني طبعا بخساره النادي الاهلي فوز فيتا كلوب على المريخ مباراه يعني المجموعه اشتعلت انت شايف نبص لقدام انت شايف ان شاء الله ترتيب المجموعه باذن الله الاهلي يكون متصدر مين ان شاء الله باذن الله يعني مين يكون موجود مع النادي الاهلي عندنا طبعا سيمبا وعندنا فيتا كلوب يمكن المريخ اماله ضعف المريخ خلاص اماله ضعفت بصوره او باخرى في يعني هزيمته على ملعبه كانت مفاجاه بامانه مفاجاه بالنسبه لي انا شخصيا يعني حتى رغم خسارتهم من النادي الاهلي هنا 3-0 الا برضو يعني فرقه يعني لعبوا طبعا. اخر 10 دقائق ربع ساعه واحده في القائم واحده في واكثر من كره صدرها الشناوي فحسيت انه في ايه لا فرقه عندها يعني امل انها ممكن لكن مفاجاه وصدمه وانا رباعيه على ارض في الخرطوم على مودرمان لا ما يعني قضت على الامان فاعتقد ترتيب المجموعه هيكون المنافسه في مباراه يوم السبت يا كابتن هاني مباراه هتحدد
برضو خريطه المجموعه، ومباراه سيمبا مع المريخ برضو المباراتين دول هم ايه نقاط مفصليه. هيبقى اذا سيمبا تمكن انه يواصل اداء، وان هو انا ما اعرفش المباراه الثانيه في تنزانيا ولا في الخرطوم، يعني لو فاز خلاص سيمبا خلاص يبقى عدى عنده، لو كسب هيبقى عنده 9 نقاط خلاص كده متصدر. هيبقى الصراع يعني ان شاء الله الاهلي يجتاز فيتا، ومباراه الاهلي بعد المباراه اللي جايه هتتضح ملامح بعد الجوله الرابعه يعني. بعد الجوله الرابعه هتتضح الملامح مين اللي هيبقى الاول، لانه كمان بعد كده انت عندك سيمبا جاي بقى هيجي لك هنا بقى في القاهره. طبعا هنا بقى المباريات، هي هنا اللقطات اللي هي هتبقى ايه، الفوز هنا على فيتا يديك الامل ويضعف الامال، وخلي مباراه العوده مع فيتا هتبقى صعبه جدا كمان. ده طرح مسؤوليه برضو تاخد بالك منها يا كابتن الكلام. أيوه. اتكلم على انه المباريات اللي بتقام العصر، وانك انت ليك فتره ما بتلعبش في الشمس، بتلعب دايما كل مباراتك ما ايه مساء يعني. واعتقد انه ما اعرفش بيتا هيلعب مباراته، هو سيمبا والمريخ هيلعبوا المباراه الاولى في السودان والثانيه هتبقى في تنزانيا. طيب يعني ممكن وارد، كل شيء وارد، لكن كل وارد في الكوره يعني. خلي بالك هو النادي الاهلي، اعتقد النادي الاهلي بيبص لنفسه بس يعني. احنا ان شاء الله باذن الله هتكسب ان شاء الله بره وجوه، وترجع ان شاء الله تكسب مباراه هنا في مصر. انت لازم يبقى انت متصدر المجموعه، ودايما تبص لنفسك. المباراتين دول لازم 6 نقاط دول يعني على الاقل، مش عاوز اقول تطلع بالسته مفيش تنازل عنهم، او تطلع بالاربعه على الاقل، على الاقل على الاقل على الاقل انك انت عشان تحافظ على فوزك، ان فوزك ان شاء الله هنا وعمل نتيجه ان شاء الله ايجابيه مع فيتا، والفوز على فيتا يعني اذا كان سيمبا فاز عليه مش هتفوز انت على فيتا، اعتقد الامر يعني محتاج تحضير بشكل مميز، والاهلي عنده قدرات انها تقدر ان شاء الله تعمل نتيجه. بس هو نعدي المرحله هنا، بعد مباراه هنا هيبقى تتضح ملامح الفريق، هتشوفه قدامك اكيد هم ان هم جايين بدري وعارفين لك يعني خلاص تعالى نحضر ونروح نعيش الجو هناك ونتاقلم وبتاع ونشوف ونذاكر. ده امر خد بالك ان هم مش هيجايين، المباراه مش تبقى سهله، مباراه صعبه جدا، ولازم لعيبه الاهلي يبقوا عارفين كده انه هيواجهوا منافس شرس عنده طموح هو الاخر في ان هو يذهب بعيد. كنت بتكلم يمكن في الانترو من اهم النقاط ان شاء الله النادي الاهلي يلعب عليها، انه على الاقل الشوط الاولاني يعني نحاول بقدر الامكان يكون في هدف، ده هيريحنا جدا لان طول ما الوقت بيعدي، وخاصه هم طبعا بالنسبه لهم لو خدوا نقطه يبقى مكسب بالنسبه لهم. باعتقاد الشخص النادي الاهلي يبقى في ضغط من قدام بشكل عالي جدا من بدايه المباراه. الجزء اللي شفناه في مباراه طلائع الجيش الاخيره اخر 10 دقائق، النادي الاهلي هو اللي يبدا بكده، يعلي ضغط الهجمات ونبدا نستريح شويه، لان في بعض المباريات بلغه الكوره الشوط الاولاني بيهرب مننا ونبدا الشوط الثاني بشكل افضل شويه، ولكن عايزين نريح من بدري، عايزين نستريح من بدري. كابتن عدم تسجيل الاهداف يديهم هم القوه والاصرار والتمسك بالامل طبعا. فانت محتاج زي ما بتقول حضرتك كده بالظبط، لابد ان شاء الله يكون التوفيق حليف اللعيبه يعني في المباراه، ان هم يحاولوا يخطفوا هدف مبكر. هدف مبكر بيصيب المنافس خلي بالك بالاحباط، وبيديك انت قوه انك انت تزود غلتك من الاهداف، وده بيديك دفعه طبعا يعني معنوي. فانت عاوز اقول لك انه من البدايه احراز هدف مبكر هيكون اثاره يعني ايجابيه كبيره جدا على الفريق، بتهدي اللعيبه وبتديهم ثقه ان هم خلاص يتمكنوا من احراز الهدف الثاني والثالث. فده لكن تاخير عدم يعني زي مباراه المريخ، شوف انت جمله الفرص الضائعه في مباراه المريخ في الشوط الاول كان عامله ازاي. ايوه ماشي، ولكن انت شوف بدايه الاهداف جت من كام، من بدايه من بعد دي 54 54 واكيد 60، وبعد كده وضيعت برضو اكتر من ايه من فرصه، والحكم حرمك من ضربه جزاء واضحه مش عايزه كلام. فعاوزه مباراه فيتا لابد من البدايه قتل المباراه باحراز هدف مبكر، حتى يحرم الفريق ان الا يدخل في المباراه بشكل او باخر، يبقى عنده طمع. وانت في الحاله دي هيبقى في صراع بدني وقوي جدا وصراع أيه. على الكوره. فاعتقد انه ده كله في الحسابات اكيد. مستر موسيماني عامل كل الحسابات في الكلام ده، واكيد اللعيبه حاسين باهميه. واحنا شايفين طبعا والساده المشاهدين ده طبعا جزء من تدريبات النادي الاهلي استعدادا للمباراه. عايز اكلم حضرتك على الغيابات، لسه ما زال غياب علي معلول وغياب وليد سليمان للاصابه، ويمكن كان في راحه يمكن لمحمد هاني والشناوي اليوم اللي فات او اليومين اللي فاتوا، لكن رجعوا للتدريبات بشكل قوي. تفتكر الشكل هيبقى ازاي في مباراه فيتا كلوب على مستوى غيابات علي معلول وليد سليمان؟ شايف ان ممكن موسيماني يبدا برغبه هجوميه على مستوى التشكيل، ولا هيبدا كالعاده
ممكن مش هقول بتحفظ لكن باتزان شويه، يعني انت شايف الدنيا اللي هتبقى راحه فين؟ هيبدا باتزان، مش هيبدا يعني اكيد هيلعب نفس التشكيل اللي لعب مباراه الطلائع اذا كانت التغييرات في حدود المسموح بيها يعني، لكن هو نفس التشكيل يعني يبدا بالسوليه وحمدي فتحي مثلا في وسط الملعب، ولا انت شايف انه يخش؟ انا جديده مش عاوز اقول، بس المباراه اللي زي دي محتاجه ديانج، محتاجه يعني ديانج محتاجه ليو. انا يعني هو طبعا اي مدير فني ويعني انا بشفق عليه برضه، يعني انا بتكلم صحيح. انت لو مكانه بشفق يعني صحيح. عنده ثلاثة محتار فعلا ان ياخد، لكن محتاجه بامانه في المباريات اللي زي دي محتاجه اليو ديانج تخلص المباراه وبعد كده تفكر في في في, في تبديد. يعني انت لازم سياستك كده، هو مدير فني هو الادرى بالحل، لكن اليو ديانج كمان محتاج يزيد، لانه بامانه هو الفتره دي لسه ما عنديش بالصوره اللي انهى بيها الموسم الماضي. يعني الموسم الماضي كان في قمة الحيوية والنشاط والانطلاقات والسرعة والقوة والكلام ده، فمحتاج أكيد في محتاج شغل كتير جدا كابتن هاني في المباراة. فمثلا معرفش هو هيلاعب مثلا حمدي فتحي وأليو ديانج ولا السولية وأليو ديانج، يعني هتب ولا فتحي ولا فتحي وأليو ديانج، يعني ما اعتقد هو برضه في موازنات طبعا، في موازنات المدير الفني هو الأدرى بالمجموعه دي. لكن انت عندك يعني مثلا الخط الخلفي مثلا برضه مده غياب علي معلول طولت يعني. انا برضه اسالك على حاجه في حكايه علي معلول، هو مش علي معلول كان المفروض المدير الفني عاوز ينزله يشوط ضربات جزاء في بالمراس مش صح؟ مش ده اللي حصل المشهد؟ انا مفكر في المشهد ده من امبارح. بس يعني هو يعني هتقول لي ضربه الجزاء مختلفه عن مثلا لا طبعا، هو البرنامج التاهيلي بتاعه يمكن طول شويه، عايزين يطمنوا بشكل اكبر شويه، فمستنيين. هو دايما لازم اللعيب يبقى 100% سليم، دي حاجه يعني. ماشي اوكي، مثلا عن معلول طبعا، لكن عاوز اقول للناس يا جماعه برضو لازم تعذر يعني واحد زي محمود ما بيلعبش دي فتره، وكونه يشارك، جات له الفرصه انه يشارك وعلي معلول مصاب، فلازم الناس برضو تدعم، يعني ما يبقاش ايه انت مش مطالب انك انت هتاخد منه افضل حاجه، لكن كونه انه ياخد جراءه والولد عنده قدرات وامكانيات، ولو مثلا اديته فرصه يلعب مثلا 10 مباريات متتاليه هتتفرج عليه وهتشوفه بشكل. فاعتقد انه الناس برضو يعني اللي قاعد على المكتب او اللي قاعد بيحلل او اللي قاعد شايف الحاجه مش في الملعب، اللي في الملعب حاجه تانية غير اللي بره، لانه المساله مش سهله زي ما الناس فاهمه. اكيد مش سهله، هو يعني برضو مظلوم في عمليه المقارنه، لانه بيتقارن صعب جدا تقارنه مع علي معلول. علي معلول اصلا انت خلاص وصل من الخبره طبعا. علي معلول بيروح في اماكن ما بيروحش فيها غير راس الحربه، تلقاه في منطقه الجزاء واقف على الحدود يعني خلاص اتمرن تاني. يعني ايه عاوز اقول لك ايه، يعني عليه ضغط كبير جدا والعينين مفتحه عليه، فمحتاج برضه انك انت تدعم. اصل ما جاش بالدعم انت هتخسره في النهايه، لان ما عندكش البديل لعلي معلول. لما هشوف لعلي معلول لقيت على الاقل محمود وحيد موجود، ايمن اشرف بس مش عايزين ايمن اشرف بس ايمن اشرف خلاص راح في حته مزبوط. انت خلاص ظبطت قفلت معاك جزئيه الدفاع، فبقى عندك الاتزان بنون والقوه ايمن اشرف. يعني عماد النحاس وائل جمعه، يعني الفتره اللي احنا اللي خدها مزبوط. اللي خدها الاهلي عندك الطرفين خلاص، انت اديك هاني وعندك علي معلول، دلوقتي محمود وحيد حل، فتدعم علي محمود وحيد للحفاظ عليه، لانه مش من الصح، لانه اي لاعب لو قعد فتره اكيد هيتاثر انه مبتعد يعني عشان بس وبالنسبه كمان لموضوع الدعم النفسي ده مهم جدا. والنهارده كان موسيماني يمكن من خلال التمرين كان ليه جلسه خاصه مع قفشه، يمكن ده كمان من النوع من انواع السبورت للعيب. وقفشه برضو بعض الانتقادات عليه في الفتره الاخيره، ما بيقومش بدوره بشكل كويس، وبالتالي كان قاعده مهمه كمان على مستوى التاهيل النفسي لمجدي قفشه، لانه يعني انا اعتقد ان هو من اللعيبه المهمه جدا جدا في النادي الاهلي، وبيأثر في الشكل الهجومي بشكل كبير جدا استاذ محمد. انا حضرتك انت يا كابتن هاني لو شفت قفشه لما بيلعب في مركز 10 بتشوف انت حتى يعني شكل الفرقه عامله ازاي، لكن هو انا انت بتظلمه لما تلعبه يمين او ترميه شمال، يعني هو دي مش بتاعته، لكن لما بيجي لك في النص بتاخد منه جول. هو محتاج زي ما انت بتقول دعم، ومحتاج هو يهدى يعني هو نفسه نفسه هو يهدى، يعني انت مش لازم تعمل كل حاجه في لعبه واحده لا، انت في ماتش الطلائع لو شفت في كام كوره الناس يعني انفعلت رغم ان هو صنع الهدف التعادل، برضه صنع بشكل اكتر من رائع بصراحه. انا بكلمك اهو رغم هو الناس بتزه خلي بالك، يعني ايه ما تشوفش دي
ما بتشوفش دي لكن بتشوف حاجات تانية. فهو محتاج ايه؟ يهدى ويعود لاتزانه، لانه انا بقوله لعيب تقيل وعنده كوره، بس بقى ايه الكلام ده مرهون بمين؟ مرهون مش بنفسه هو، مرهون كمان باللي معاه بالتحرك من غير كوره، بانه هو الكلام ده يبقى شغل مكرر ومحفوظ. وانت كده انا بقول لك ايه، احنا لما اتكلمنا قلنا الحلقه اللي فاتت او اللي قبليها قلنا ايه، انك انت لما يبقى الجزء اللي قداماني حافظين بعض هتبقى طبعا اسهل، خلاص عارف بحطها ازاي وبرميها ازاي وعارف مين بيروح في الحته الفلانيه. فدي جزئيه مطالب بيها الجهاز الفني في الفتره اللي جايه. وقفشه لما بيركز وبيهدى بتاخد منه كوره، وتحركات اللي قدام بتبقى معروف وهم حافظين بعض بيبقى الشكل مختلف. فانت مطالب ان يا جماعه عاوز اقول مش في ست شهور، مش عاوزين نقول، وقلنا جمله قبل كده وقلنا بتبني ما بتبنيش في يومين، بتبني في فتره ومحتاجه مع الضغط المتواصل. انت ممكن تؤدي مباراه او شوط رائع جدا، ها وشوط تاني مستواك ايه اللي ممكن تقدم مباراه يعني تكسر الدنيا، وممكن مباراه تانيه الفرقه بتبقى بدون مستوى لسه، بقى العمليه ما سبتتش وما اتحفظتش. ده هياخد وقت وياخد مع استمرار اللي انت شايفه ده، بقى مش هيجي مره واحده تصل للنقطه اللي، لكن في النهايه بيدوك منتج انك انت بتبقى بطل، يعني ايه بتاخد بطوله بتقرب من البطوله اللي انت عارفها. فانت شوف انت بتلعب على كافه المستويات دي وعام مطالب، وتطلع من هنا وتسافر وترجع مش عارف ايه وتروح الناحيه الثانيه، يعني عاوز اقول لك ايه، لا في جهد كبير جدا. واكيد الجهاز الفني واكيد موسيماني بعد سيمبا اكيد في حسابات كتيره هتغير في دماغه، واكيد هتبقى في رؤيه مختلفه ان شاء الله في المباراه. ونفتكر مع بعض كمان كان جزء مهم جدا على مستوى الاداره، اجتماع كان حتى خارج اسوار النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع اللعيبه واجتمع مع الجهاز الفني، كان جلسه عشاء وكان في جلسه خاصه مع موسيماني على مستوى بنقول تصحيح المسار الى حد ما. اعتقد ده كمان جزء مهم جدا، ان كمان مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في الاوقات بتابع. في الاوقات كمان المهمه جدا بيتابع خلاص بيخبط بالظبط وبيصحح المسار بشكل او باخر. وده ان شاء الله باذن الله كمان بتبقى رساله للمدير الفني، رساله لموسيماني، وبيبدا هو يفكر يبدا يصحح، يبدا يعيد حساباته. وده مهم جدا في خلال مشوار طويل زي ما حضرتك بتقول يعني. لا طبعا هو طبعا بص الكلام ده نظام متبع في النادي الاهلي على مدار مش دلوقتي، لا على مدار التاريخ. ونحن شفناه انه في لقطات بتطلب فيها تدخل رئيس النادي اللي هو المشرف العام على الكوره، بيتدخل بيوجه رساله سواء للعيبه سواء للجهاز الفني بشكل اخر، بس ممكن هو ما يوجهش الرساله للجهاز الفني، يعني هو ممكن يبقى عنده لجنه الكوره بتتكلم، هو عنده ناس متخصصين بيقدروا يتكلموا. اصل هو خلي بالك كابتن محمود الخطيب مش هيناقش مع موسيماني يعني انت بتعمل ايه؟ لا ده هو بيتكلم بالسياسه العامه والدعم الفريق اللي جاي معاك والكلام ده، مش هتكلم فيه سبورت ليه يعني، ملوش علاقه بالمساله دي بالزبط. ولم يسبق ولم يحدث من قبل انه في حد في الاهلي دخل في الجزئيه دي ولا يقرب منها، لانه عارف بيحترم الراجل اللي هو جايبه ومديله الثقه ومديله الامان ان هو مسؤول عن المكان. فاعتقد انه دي كانت رسائل وحاجات مهمه جدا، ودي الكلام اللي احنا بنقوله يعني كانت ناس بتزعل من حكايه المبادئ وبتضايقهم الحاجات الثوابت اللي يعني هي اللي استمد منها الاهلي قوته في على مدار تاريخه. ففي انت بتيجي نقاط معينه كده بتوجه رساله وبتاخد اللعيبه وتبعدهم بره وتتكلم معاهم وتشوف لو في مشاكل، لو سمع بتسمع، وده شيء كويس جدا، وده شيء يعني ايه محب انك انت بتفك الضغط النفسي، رغم نشوف جايين من بره فرحه كبيره جدا ونزلوا على طول، ما فيش وقت ما فيش راحه برضو. عاوز اقول لك ايه لسه يعني المساله طازه، فالمفروض ده شيء متوقع جدا انه ممكن ايه الكيرف بتاعك يريح شويه كده، فانت ازاي تروح عادل السفينه تاني عشان تمشي في طريقها الطبيعي. فبتحتاجها من الربان الكبير انه طبعًا يدفع طبعًا ويوجه والناس اللي موجودين معاه ويدي رسائل، فده شيء كويس جدا ومن الحاجات اللي بيتميز بيها النادي الاهلي ومجلس ادارته. من الحاجات يمكن اللي اتكلمنا برضو عليها وهاخد راي حضرتك فيها برضو، ما اثير على اليو ديانج في الفترات الاخيره في عروض، وان اليو ديانج زعلان ان موسيماني ما بيلعبوش، وان جلاتا سراي جت بعض العروض من انديه تركيه. برضو اعرف راي حضرتك في الدوشه اللي حصلت. هو تركيا ولا اسبانيه؟ لا تركيا واسبانيه، وفي كمان من فرنسا، يعني في ناس كتبت كده كتير على وسائل التواصل الاجتماعي ان ديانج زعلان اولا، وان في جلاتا سراي بيكلموا معاه، وان في لا عرض فرنسي. دايما انا بحس انه بيدوروا على ثغره صغيرة يخشوا منها ويبقى يحصل منها قصة كبيرة ممكن توصل للعيبة، ممكن توصل للجهاز الفني، ويبدأ عملية انه بيحاولوا يهزوا بس شوية في النادي الاهلي. هو طب حد يجيب لنا ورقة كده مكتوب فيها انه في عرض؟ مفيش عرض خلاص. طيب هو ديانج مش كان اساسي في ماتش سيمبا؟ ده كانوا الثلاثة في ماتش سيمبا، ولا كانوا اثنين اعتقد،
وكان اكرم وديانجو وحمدي فتحي، يعني كان اساسي في الماتش، في ماتش الطلائع. ما ده السؤال اللي انا قلته لحضرتك، قلت لك انا اشفق على موسيماني انه عنده فريق كله يعني الغالبيه جاهزه يشارك بمين ويلعب بمين. هنا بتبان يا كابتن هاني شخصيه المدرب، قائد السفينه، قوه الشخصيه وقناعته وقدراته على اقناع اللي معاه، انه لما بيختار التشكيله شايف انه هو دي التشكيله المناسبه للفريق اللي يقدر يستطيع انه يحقق الفوز. لما تحصل نتيجه غير كده يبقى هو عنده الفرصه انه يبدل بعد. لكن المساله انه الرامي الكلام اللي هو مثلا ديانج، طب يا جماعه انتوا سالتوا ديانج مثلا ولا هو بعت لكم رساله ان انا زعلان شوفوا لي حل مع موسيماني؟ ما ده برضو دي حسابات عشان ما شاركوش في مباراه. اه طبعا ديانج الموسم اللي فات كان الشكل ربما يكون مدرب فني رؤيه اخرى، بيلعبوا مباراه بيريحوا مباراه ثانيه بيديله فرصه. طب هتشوفوا في ماتش مثلا فيتا كلوب مثلا ممكن يبقى الاساسي في المباراه بقى. يبقى هنا المساله الاثنين، لا ما اعتقدش، دي بتبقى الرؤيه الفنيه للمدير الفني وهو مسؤول عن قراراته عن اختياراته وهو اللي بيتحملها في النهايه. لكن ايه، هنا في متابعه، في لجنه تخطيط بالظبط مسؤوله بالظبط، في رئيس نادي اصلا كوير برضه ليه نظره وبيتابع، يعني مش بيتفرج وبس، لكن ما يتدخلش يقول ايه اللي بيحصل. يتدخل لما تبقى في حاجه على المستوى الفريق بصفه عامه، لما بيبقى في مشكله اذا كانت في مشكله، لانه في مدير كوره يعني عايز اقول في تسلسل في المساله طبيعي. فمساله ديانج الكلام كتر عليه والضغوط عليه كتيره جدا، ومش هتهدى الامور غير لما ديانج ده يا اما يمشي يا اما، وده مش هيحصل في الاهلي بعد لسه مجدد. لان عايز اقول لك يعني ديانج في وقت من الوقت هيبقى هو القائد في نص الملعب. ده حقيقي، انا اتفق معاك. ويمكن كان زي ما انت قلت النادي الاهلي بيدار يعني بكل الملفات، كل واحد عنده التخصص بتاعه، ولجنه التخطيط ما شاء الله بتقوم بدور اكتر من رائع. يمكن جددت مع نجوم زي ديانج، زي الشناوي، زي علي لطفي، يعني احنا محصنين كمان لعبتنا بشكل كويس جدا، رغم ان كان لسه ديانج عنده عقد ممتد، لكن بتحصنه لانه لعيب مميز ولعيب كبير جدا، فاحنا مش قلقانين. لكن يعني البعض بيحاول ان هو يخش في جزئيات ممكن تهز استقرار الفريق او على حاجه يعني، هي دي النقطه. مش انه بعض الاعلاميين انا بحترمهم، لكن في البعض فيهم يعني يتكلم صراحه على انه ديانج تلقى عرض وبتاع والكلام ده، وهو ما عرفش يعني حتى لو كان عنده انتمائه، لما تبقى القضيه خاصه بلاعب عنده في على الطرف الثاني يدافع وينكر كل الامور ويحاول يبين انه المساله ما فيش حاجه والناس كلها بتفتقت على المشهد بصفه عامه. فعاوز اقول انه الواحد لما بيجي يتكلم لابد يكون عنده ضمير في التناول. اذا كان عندك معلومه وعندك صوره من العقد، او انت حد كلمك قال لك انت الواسطه مثلا عشان تجيب العقد، يا ريت تطلعه عشان تريح نفسك، عشان ما حدش يقول لك انك انت ايه لك هدف في المساله. فالمساله لا، المساله ما بقتش يا جماعه انك انت تدور على خبر غير مبرر عشان لا، ما انت كده بتظهر، لانه المشاهد او القارئ او المستمع خلي بالك ما بينساش، ده بيفتكر كويس جدا وعارف انك انت كتبت ايه وقلت ايه النهارده، وبعد بكره انت قلت لا خلاص هو علم عليك. فالمساله كده داخله في سكه ايه، انك انت يا اما بتضرب استقرار يا اما بتعمل مشاكل. لكن في الغالبيه انا بقول له الاهلي ما بيتاثرش بالكلام ده، لانه عنده القدره على انه يقفل على فرقته ويحافظ عليها بصوره او باخرى. ان شاء الله كل التوفيق لمباراه النادي الاهلي ان شاء الله مع بيتا كلوب يوم السبت. نروح على المستوى الملف الدولي، نبدا بالخبر اللي كان معانا في الانترو وخلاص، يعني الاولمبيات على الابواب وكل الاجراءات الاحترازيه بشكل كامل بتطالب. يمكن اللجنه الاولمبيه قالت ان كل الفرق الموجوده او كل اللاعبين اللي هيسافروا لازم يكونوا واخدوا لقاح فيروس كورونا. عندنا منتخب اعتقد منتخب قوي جدا، كابتن شوقي غريب بعد طبعا فوزه بالبطوله الافريقيه، يعني اقدر اقول محظوظ، لان معظم اللعيبه اللي في المنتخب الاولمبي بيلعبوا مع انديتهم بشكل نجوم، يعني احمد ياسر بتتكلم على مصطفى محمد، بتتكلم على عمار حمدي، بتتكلم على ابو الفتوح، بتتكلم على اكرم توفيق، بتتكلم على بيكهام، يعني لعيبه ما شاء الله اساسيين في انديتهم، وبالتالي ان شاء الله باذن الله طموحاتنا بقى ميدالية يعني باذن الله في الاولمبياد. يعني لا طبعا، هو طبعا انت القرعه بتاعه الفرق اللي تاهلت الاولمبياد هتبقى في شهر 4 على ما اعتقد ابريل، واكيد الكابتن شوقي مقدم برنامج استعداد يعني للبطوله بشكل كويس جدا، يعني ربنا يعينه ان هو يستطيع ان هو ينجح ان هو ينفذه في ظل الظروف طبعا، مع فرق سواء تروح هنا وانت تسافر بره، لان طبعا كله انت شايف الاجراءات والاوضاع، لانك انت ممكن تحدد الالعاب مع فلان وفلان وفي الاخر ما تقدرش تتحصلش غير عليه، زي ما حصل مع منتخب اليد، المدير الفني طلب 32 مباراه على استعداد لكاس العالم، في الاخر انتقل بقى بمباراتين مع اليابان
يعني عاوز اقول لك شوف الظروف قفلت ازاي يعني برضو ايه، ورغم ذلك ادى المستوى وصلنا يعني سابع العالم. لكن كابتن شوقي اكيد عنده يمتلك فرقه مميزه عندها امكانيات مستقبل الكره المصريه ان شاء الله. نفسنا نشوف عدد من اللعيبه دي محترفين يعني خارج الدوري المصري، نفسنا يكون عندهم فرصه ان هم يقدموا كل امكانياتهم في البطوله، لان كله يتفرج عليهم ويشوف. كمان ان النهارده يمكن ليفربول عمل تصريح النهارده اداره ليفربول قالت ما حدش كلمنا على مساله ان استعانه بمحمد صلاح، ولو انتوا يا جماعه عاوزين تتكلموا لازم تكلمونا عشان نقعد مع بعض بدري. عشان نتناقش ونشوف هنقدر نحلها ازاي. النهارده تصريحات رسميه النهارده من على موقع الرسمي ليفربول ايكو. كمان يعني التناول بالمساله يعني ازاي كمان هتبقى الرؤيه واضحه، هل هتاخد كل عناصر، تاخد ثلاث عناصر كبار. يمكن كابتن شوقي يمكن صرح برده من يومين قال انه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي منتخب مصر هيبقى اساسي عنده برده في ضمن التشكيله الكبيره اللي هتتضم، وبعد كده يكون الاختيار مين اللاعب الثالث اللي هياخد او ممكن يكتفي. انت من رايك ايه يعني لو نختار انا وانت كده، لو الاولمبياد خلاص على سفر، تختار حاليا دلوقتي في الوقت الحالي ثلاث لعيبه فوق السن او من اللعيبه الكبار، تختار مين مع كابتن شوقي او كابتن شوقي مين يكون موجود معاه في المباراه؟ حدد اثنين. هو حدد اثنين خلاص كده ماشي. هو يعني حدد هو محمد الشناوي ومحمد صلاح يعني. طب الثالث ما اعرفش، الثالث ممكن يجيب هنا من الدوري المصري ولا يفكر في حد من اللي بره يعني، مثلا ممكن يفكر في تريزيجيه مثلا يعني، شايفه هيكون افاده عنده كجناح مثلا يحل له مشكله برضه وجوده مع صلاح برضه، الاثنين برضه لعب اكتر من مره. تفتكرش ممكن على مستوى مثلا خط الدفاع احمد حجازي على سبيل المثال؟ ممكن يكون مفكر برضه صح، لانه ماشي بشكل اكتر من رائع كمان. طبعا بيأدي في اتحاد جده السعودي برضه من الحسابات اللي مطروحه. انا مرت عليا اصل الحسابات ديت. انت ما كان معاك صلاح بالظبط؟ لا انا كان صلاح كان في الفرقه لسه ما كانش بالظبط. لا لكن كان ثلاثه، كان انا كنت بفكر ولما فكرت احمد فتحي كان بفكرت دايما. هقول لك الفكر بيجي ازاي، انك على الاقل بتاخد يعني بيبقى فيه شويه مش هقول ظلم لكن بيبقى شويه من الناس اللي طبعا مشت المشوار بشكل كبير جدا. والمشكله كمان ان عدد البعثه بيكون قليل، 18 لعيب، فدايما بتفكر في كل خط تجيب مين احسن واحد. فطبعا كان احمد الشناوي طبعا كان ساعتها هو في فرقتنا، كان متالق جدا مع عصام الحضري، وكان نفسه عصام الحضري اكيد يشارك، لكن كان احمد الشناوي متالق فما خدتش حارس مرمى. لكن خدت مثلا في خط الظهر كان احمد فتحي، خط النص طبعا كنت خدت ابو تريكه، والخط الامامي خدت عماد متعب. فما كانش بقى في محترفين يعني ظاهرين زي محمد صلاح دلوقتي وتريزيجيه واحمد حجازي، وبنتكلم على النني، ما كانش كل ده ما كانش موجود. فالتفكير المدير الفني بيختلف طبعا من مدير فني لمدير فني واحتياجاته في الملعب، لكن رؤيتك ان الثلاثه اللي نكون موجودين خلاص محمد الشناوي. انت خلاص قلت انا خلصتهم خلاص. يعني ده رايك يبقى الشناوي واحجازي طبعا انا خلاص كده. في الغالب دي برضه هتبقى في حساباته، الا اذا كان هو، لانه برضه انت لما يعني يبقى عندك عنصر خبره برضه في خط الدفاع طبعا وعنصر خبره في حراسه المرمى، وعنصر خبره طبعا الكبير قوي اللي بيديك الثقه قدام ماشي، فبرضه بيدي للناس اللي موجودين في الملعب برضه بيخليك واقف على ايه. طبعا انا افتكر لما كان ابو تريكه وموجود واحمد فتحي وعماد متعب، الادوار الرائعه اللي قاموا بيها مش بس في جوه يعني المستطيل الاخضر، لكن على المستوى بره، وازاي لموا اللعيبه بشكل اكتر من رائع، واللعيبه كانت بتبص لابو تريكه فخوره ان ابو تريكه موجود معاه وعماد متعب واحمد فتحي لعيبه كبار. فالنماذج الناجحه ديت كمان بتادي ان اللعيبه في الوقت الصعب بيلموا بعض كويس، يكون معاهم نموذج. محمد صلاح لما يكون وسط الفرقه اللعيبه الصغيره دي شايفه محمد صلاح فبتاخد طريقه، فده لا طبعًا لا طبعًا على طبعًا حتى لا النواحي المعنويه اكيد بتفرق جدا بتدي جدا بتدي طبعا وبتدي ثقه وبتكلم معاه وانت نفسك مع حد كده عنده الخبرات دي كلها، برضه هيبقى شيء كبير جدا بالنسبه له. واعتقد انه في فرصه انك انت تدي لمحه برضه عن الكره المصريه. احنا زي ما انت احنا تراجعنا فتره على الصعيد الافريقي خلاص، وعندنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا برضو مجموعة من اللعيبة اللي هتكون امتداد للمنتخب الأول، انك انت تبقى موجود انت كمان، دول هيبقوا رافد أساسي لدعم المنتخب الأول لتصفيات كأس العالم، وده الهدف الأساسي. وأمم أفريقيا اللي جاية في الكاميرون محتاج تروح فيها، وتروح فيها المسافة بعيدة ترجع بيها هيبتك اللي تراجعت بصورة من بعد 2010. فأعتقد كل الكلام ده
ده جدا. وكمان بالك في من بعديهم كمان لكن سوء حظ اللي لازم بتاع كابتن ربيع ياسين برضه مجموعه من اللاعبين برضه اللي يعني معلش برضه هيبقى لهم الفتره الجايه. لكن عايز اقول لك في حاجه كويسه اتعملت في شكل كويس في صحيح. في مستقبل يعني واضح وامل كبير انك انت يبقى عندك فريق قوي جدا ومنتخب قوي ان شاء الله باذن الله. وبمناسبه طبعا الاجيال والمنتخبات اكيد المنتخب الاول بقياده الكابتن حسام البدري عنده كمان ماتشين كينيا وجزر القمر يعني احنا كينيا وجزر القمر طبعا كينيا وجزر القمر هنا كينيا هناك العوده بعد ما تعادلنا هنا في القاهره في اسكندريه 1-1 وهيبقى عندك ماتش العوده مع جزر القمر خلي بالك وماتش كينيا ده في غايه الصعوبه ومهم جدا لحسم ان شاء الله باذن الله تعالى. الاختيارات لغايه دلوقتي يمكن حاجه لنقطه المحترفين ويمكن كان في خبر ازعجني شويه النهارده لسه وكنت بتكلم فيه دوت يمكن من اكتر من شهر ان هل وارد يكون في مشكله في استدعاء اللعيبه وخاصه في البريمير ليج نتيجه الحجر الصحي بعد عودتهم من السفر على المستوى القاره الافريقيه؟ هل ده ممكن يحصل ويعطل الكابتن حسام البدري شويه؟ والكابتن حسام عليه من دلوقتي حتى ان شاء الله نتمنى ما يحصلش لان كل اللعيبه مميزه جدا طبعا على راسهم صلاح والنني. لكن تفتكر ان من الواجب دلوقتي ان الكابتن حسام يفكر في البدائل ويفكر ان ورست كيس يعني في أسوأ الفروض دول ما جوش يبقى عنده مجموعه مستقر عليهم من دلوقتي؟ هو عنده الدايره حوالي اكتر فيها 40 لاعب يا كابتن هاني 40 لاعب من ضمنهم المحترفين يعني محترفين ست لعيبه. قول مثلا احمد حجازي الامر بالنسبه له برضه مختلف شويه عن صحيح. عن النني وصلاح عن النني وتريزيجيه وصلاح ادي ثلاثه واحمد حجازي احمد حسن كوكا ومصطفى محمد يعني مصطفى محمد وادي كوكا وادي حجازي ثلاثه على الاقل ممكن يبقوا موجودين لو الامور يعني اصبحت فيها مشكله بالنسبه للدوري الانجليزي يعني محترف الدوري الانجليزي هو مشكله. لكن اعتقد هيبقى في مراسلات وخطابات طبعا مع اتحاد الكوره اكيد لحسم الامر لانه برضه مباريات دوليه ومهمه جدا واللاعب نفسه برضه يبقى يعني اكيد لما يتم اختاره بالامر ده. وانت عارف انه هناك برضه المساله لما انا بقول لك النهارده التصريحات اللي على الموقع الرسمي ليفربول بيقول لك انه ما حدش كلمنا وما حدش فتحنا في الموضوع وانت لسه شوف البطوله يعني البطوله امتى هتبقى في يوليو وهتكمل في شهر 8 لانه الفتره دي هتبقى فتره اعداد انديه الدوري الانجليزي استعدادا للموسم الجديد اللي بينطلق في 14 اغسطس هي. زي كل سنه يعني خاصه ان هم السنه دي الوضع مختلف لكن هم عاوزين يرجعوا للنظام القديم بتاعهم لانه اضطروا للبتاعه موسم مضغوط برضو بالنسبه لهم. فاعتقد انه برضو الحسابات دي هتبقى موجوده. مباراه كينيا مباراه صعبه جدا اكيد كابتن حسام عارف الكلام ده هو وجهازه الفني اكيد في اتصالات مع اتحاد الكره واللجنه الثلاثيه لبحث الموقف وبدء المراسلات لمثلا ليفربول والانديه المحترفه بقى اللي فيها اللعيبه لاخذ رايهم وحسم الامر ازاي يتم تجاوز ايه المرحله دي لانه مثلا لعبها وتواجدها في مباراه دوليه ومباراه مهمه لا شيء اكيد هتبقى في الحسابات يعني ان شاء الله. الحسابات بقى الفنيه الأمور. الحسابات الفنيه احنا عارفين طبعا مصر متصدره بثمان نقاط جزر القمر بنفس عدد النقاط فرق الاهداف لصالحنا في المركز الثالث كينيا بثلاث نقاط وطبعا يتزايل المجموعه توجو بنقطه واحده. على المستوى الفني شايف حضرتك ازاي المباراتين دول لان مباراتين المسافه ما بينهم قريبه جدا يعني. لا مباراه كينيا بقول لك هي ممكن تريحك يعني مباراه كينيا انت رحت طبعا هتبقى يعني جاهز ومستعد انك انت بالبحث عن الفوز عملت حققت الفوز يبقى خلاص انت خلصت يعني الامر بالنسبه لك ورجعت مطمئن وتحسمت لقمه المجموعه وتم مباراه جزر القمر تحصل حاصل هنا في القاهره مع انه جزر القمر عملت معاك مباراه طيب. كبيره جدا طبعا هناك واتفرجنا عليها وشفنا لكن انت بامكانك في كينيا اللي هي لكن كينيا هتلعب للشهره وهتلعب انها تعمل نتيجه ومفاجاه وهي عملت معنا مباراه قويه جدا هنا احنا ما كناش اللعيبه ما كانتش بظل الظروف اللي احنا شفناها ما كانش في حالتهم الطبيعيه وتعادلنا بصعوبه جدا رغم انه يعني هدرنا اكتر من فرصه هم هدروا اكتر من فرصه صحيح. فاعتقد ان المباراه برده مش هتبقى سهله برده هيدور لما انا يعني اكسب برده بحجم منتخب مصر واعمل له مشكله بتبقى برده شيء برده مختلف خالص على بالنسبه يعني مختلف خالص بالنسبه له انه بتعمله تحطه برده في الصوره انه برده فرقه كبيره وعندها امل وان اللي حصل لها ظروف والكلام ده. فانت مطالب انك انت رايح كينيا بهدف واحد زي ما عملت مع توجو انك رايح تكسب هناك كسبت هناك ان شاء الله يبقى انت كده كسرت الحاجز ده الشيء المهم. اي فريق عاوز البطل دايما لابد انه يبحث على انه يفوز خارج ملعبه لانه هو ده اللي بيصنع الخبرات والقوه والتحمل والقدرات وخلاص بعدش المبررات
كابتن هاني خلاص درجه الحراره والضغط والرطوبه والكلام ده ما عادش الناس تخبره في ظل الاحتراف وظل الامكانيات الماديه الهائله، انه خلاص انت لعيب محترف شغلانتك الكوره، فلازم تبقى عندك القدره على تحمل مثل هذه الضغوط واظهار امكانياتك بصراحه. فاعتقد انه مباراه كينيا حسام مدى يبقى حريص جدا هو الجهاز الفني على انه يرجع من بيئه صيانه خاصه، من طلب طياره خاصه والدوله بتوفرت كلها، يعني تاخد طياره خاصه وتسافر ومريحين في الاخر ما تجيبلوش ثلاث نقط يعني لا طبعا اكيد اكيد بالتاكيد على مستوى على مستوى اسم مصر اكيد طبعا يعني انت لو بصيت للمجموعه كلها مع احترامي طبعا يعني كانت حسبت يعني يعني انت بس عايز اقول لك ايه يعني انت الماتشين اللي حسب ما يعني ماتش توجو ذهاب واياب ريحوا الدنيا بالظبط يعني لما اللعيبه فائت ريحت الدنيا واعصابك ايه يعني الماتش بتاع توجو والعوده هناك ما حدش كان متوقع حصلت النتيجه ماشي وخدت الروح بتاعه صعود الاهلي والزمالك لنهائي افريقيا فكانت الصوره واضحه الدفعه كانت معنويه فحصل ما حصل. لكن عاوز اقول لك مباراه كينيا برغم يعني يعني احنا ما شفناش منتخب كينيا بعد ما يعني لعبناه لكن اعتقد بقول لك انه فرصه كبيره جدا. طب على مستوى على مستوى الاختراق تفتكر يا استاذ محمود ممكن نشوف ثلاث اربع لعيبه جديده افرزها الدوري للكابتن حسام البدري ولا يعني المجموعه معروفه وال لا لا, لا. مفيش جديد الوقت مش هيبقى عنده ما عندوش وقت ما عندوش وقت يعني هي نفس العناصر اعتقد هيختار نفس العناصر ويختار نفس اللعيبه اللي هم خلاص هم يعني انت ايه انت كمدير فني بيبقى عندك لعيبتك اللي انت ايه يعني ايه يعني خلاص حفظت دماغك وحفظت انت عايز ايه منهم في الملعب والكلام ده. هتيجي دلوقتي تشيل واحد الا اذا كان بقى في ظرف اضطرار يعني ايه اضطرتك الظروف انك انت ما عندكش بديل فهتجيب حد تحطه يعوض لك البتاع. لكن انت يبقى عندك برضو انت بتفضل يعني في مدربين بتفضل ان اللاعب مش يعني لا ده بيأدي ثلاث ادوار يعني بيلعب في كذا مركز في نص الملعب وبعدين بيروح قدام فكده بيريحك وده بيبقى في المنتخب لازم يبقى عندك لعيب الجوكر اللي هو ما يبقاش يعني خلاص في الجزئيه دي وخلاص ما يعرفش لا عشان بيقدر يأدي لك لان ممكن المباراه تحصل طرد فبتعرف تضم وتعرف تلم وتعرف تدخل فلان وانت برضو عندك في حساباتك والسيناريو بتاعك برضو دارس توقع السيناريوهات الأسوأ والسيناريوهات الافضل والكلام ده اللي احنا عارفينه. فاعتقد ان هو هيبقى دلوقتي انا هدفي الاساسي ايه؟ ان انا اتاهل بالظبط تاهلت يبقى انا نجحت في اول خطوه. بعد ما اتاهل بقى اقول يا جماعه طيب احنا طموحنا ايه في الكاميرون؟ طموحنا ان احنا ان شاء الله طموحات مصر دايما الوصول للمباراه النهائيه للنهائي المباراه النهائيه فوز بالبطوله. طيب كويس انه الاتحاد الافريقي اتراجع بعد ما كان هيلعبها في شهر 6 في 7 كنا نروح هناك من الدور الاول رجع تلعب في شهر ايه؟ 1 فبراير اخر فبراير لغايه مثلا 14 او اول يناير او 12 يناير او 15 يناير لغايه اول فبراير فده رجعت برضو للمنطق الطبيعي بتاعك لانه برضو في اختلاف المواسم الامطار والحراره الناس كانت بتقول لك ده تنزانيا احنا عندنا برد تنزانيا بيقول لك درجه الحراره معديه 30 فانت مش يعني ازاي يعني يعني دي حاجات طبيعيه وانت كده عارف ودارس فالمفروض كنت تسافر ايه؟ سافرت بدري فهتاخد شويه تصحى بدري شويه كده وتتعود على الجو. فاعتقد انه ايه انك انت تاهل الاول وبعد ما تتاهل هيبقى الطموح بقى الاكبر بقى اللي هو الاصعب اللي هو مشوار كاس العالم 2022 ده بقى حساباته هتبقى ايه؟ حسابات مختلفه جدا وهتبقى طبعا يعني مرحله اولى وبعد كده قرعه وبعد كده مين اللي مشوار مشوار طويل مشوار طويل, طويل لكن يعني. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا في المشوار الافريقي في بطوله افريقيا وان شاء الله كل الامل بقى اكيد في كاس العالم اللي جاي باذن الله. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا ربنا يبارك فيك متشكرين جدا. دي كانت طبعا نهايه فقرتنا الاولى في البيت الكبير بعد الفاصل سهام واسره اهلاويه معاها طبعا عمر ياسين لاعب كره اليد بالنادي الاهلي وكمان نور ياسين لاعبه كره اليد بالنادي الاهلي سابقا موجوده في البيت الكبير مع سهام بعد الفاصل. اهلاويه جدا ريت هما الاثنين اخوات متربيين على حب النادي الاهلي ده اولا وليهم اخ ثالث كمان من ناشئين النهارده نور وعمر ياسين بنتكلم معاهم عن حكايات عن اسرار كتير مروا بيها جوه النادي الاهلي. عمر لاعب محترف كان مشى من الاهلي من سنين قبل ما يروح طبعا على طلائع الجيش وبعد كده بيتالق ويجي له عقد احتراف في الدوري الروماني ومن بعدها يرجع تاني على بيته النادي الاهلي. كمان نور
يعني نور برضو كانت من أحسن لاعبة مصر وكانت ركيزة أساسية في الفريق لحد ما قررت أن هي تكتفي بالفترة اللي قضتها مع الفريق علشان تركز في شغلها. إيه هو شغلها؟ الهندسة، ومن ثم يعني إيه؟ Project Management. ما شاء الله. فالنهاردة يعني محمد كمان بقى دلوقتي برضو من أهم لاعبة نادي سبورتنج اللي بينافس بقوة على دوري المحترفين مع الأهلي والزمالك، والثلاثة الحقيقة كانوا برضو من نشيل الأهلي وقدموا مستوى مميز جدا خلال مسيرتهم. أنا برحب بيكم، شرفونا كابتن نور، شرفنا كابتن عمر، منورين. ميرسي نورك. عاملين إيه؟ الحمد لله. لسه جاي من التمرين من ساعتين ثلاثة كده. والله أربع ساعات. انت للاسف يا عمر اللي ليك تجربه الاحتراف ديت ما خلتكش يعني تدخل من ضمن منتخب مصر اللي كان بيشارك في البطوله العالميه اللي كانت مقامه هنا على ارضنا، صح؟ عايزك تحكي لي التجربه دي. تمام. انا كنت المفروض محترف في رومانيا. بعد كده رجعت من يعني مشيت في انتقالات يناير، يعني رحت السد القطري. بعد كده حصل ازمه الكورونا فقعدنا حوالي 6 شهور الدنيا واقفه خالص، فمنهم 4 شهور انا كنت وقت الكورنتين، فانا كنت قاعد في قطر، كانت الدنيا مقفوله خالص، ما فيش اي فرصه الواحد يعمل اي تمارين او اي حاجه، كانت حتى كان الموضوع صعب ان انا جت كده. فرجعت منها على المنتخب بقى على طول، جمعت مع تجمعات المنتخب اللي كانت في الاول في شهر 8 و9 و10. بعد كده ما كنتش في احسن فورمه ليا ساعتها، فالحمد لله يعني ما حصلش نصيب، فما شاركتش بعد كده بقى في البطوله. لا نور، انا مستغربه، انت اصلا من بيت يعني مامتك ما شاء الله كانت حارس مرمى لنفس اللعب لكره اليد سيدات. بالظبط. انا بستغرب جدا من فكره ان انت النهارده كان عندك منتخب للسيدات لكره اليد كبير جدا، الكلام ده مثلا من سنين، من 2012، النهارده المنتخب السيدات لكره اليد مش موجود. فانت كنت بتقولي لي تحت الهوا ان ده كان من احد اسباب اعتزالك اللعب. بالظبط. هو برضه عشان المعلومه تبقى مظبوطه، مفيش منتخب اول، مفيش منتخب اول للسيدات. بالظبط، للسيدات في منتخب ناشئات وشابات. نيجي عند مرحله الدرجه الاولى، لا المنتخب ما بقاش موجود، من يعني اخر مشاركه لينا كانت في 2012 في بطوله افريقيا في المغرب. كنت فيها؟ كنت فيها. تمام. و2010 قبلها بسنتين كانت في مصر هنا. حلو قوي. من بعد كده ما لناش اي مشاركات مع المنتخب الاول خالص كسيدات، مفيش الاهتمام، مفيش دعم كافي. الاتحاد مؤخرا بقى يعني ممكن نقول اخر 4 أو 5 سنين بداوا يهتموا اكتر بالشابات والنشئات، بس برضه المرحله المهمه اللي هي البلد اللي هي المنتخب الاول مش موجوده. تمثيل مصر، تمثيل اسم مصر ده مش موجود دلوقتي. مش موجود دلوقتي، لكن اللعبه طبعا موجوده في النوادي كلها، مش موجودة. بس الاهلي بس خلاص ما بقاش موجود. يعني انا ايه يعني احلى طموح او احلى حاجه اللاعب يقدر يحققها في كاريره ان هو يمثل مصر. طبعًا. يعني احنا لما بنمثل مصر في افريقيا او بنشارك في اي مباراه دوليه والنشيد الوطني كده يشتغل، والواحد يعني الاحساس، صح. ده ما حدش يعني ده هدف بالنسبه لنا في المشاركه عامه في المحافل الدوليه. من ساعتها طبعا الفتره اللي انا كنت بتكلم عليها دي ما فيش منتخب اول، وده طبعا احد اهم الاسباب ان انا يعني خلاص ما بقتش شايفه ان في طموح بالنسبه لي موجود ان انا اكمل اصلا. عشان كده اخذتي قرار الاعتزال. بالظبط، يعني ده احد اهم الاسباب. برضو الناس كتيرة ما تعرفوش ان عمر ونور ومحمد يعني مامتهم كانت حارس مرمى للعبة كرة اليد. ده بقى يعني السؤال التقليدي، انتوا بقى طبعا نشأتوا في بيت كانت مامتكم فيه اصلا بتلعب اللعبة، وخالنا كمان، وخالكم كمان كابتن احمد جابر. ما شاء الله. كان هو كابتن فريق نادي الاهلي برضو ومنتخب مصر على طول. ده طبيعي اللي حببكم في اللعبة، ولا انتوا بقى يعني خلاص يعني ما هو اوتوماتيكلي الموضوع كده يعني بيمشي؟ هو الهاندبول في مصر كانت من اول فتره اوائل التسعينات. احنا مصر خدت كاس عالم شباب 93 في مصر، كانت بطوله في مصر. ساعتها الهاندبول اشتهرت قوي والناس كلها حبت اللعبه وبقت تتفرج عليها. احنا حتى في البيت كنا يعني بنقعد نشجع المنتخب واحنا صغيرين، وبنقعد ننط كده نقلد حركه اللعيبه وهم بيشوطوا، علشان كنا يعني مبسوطين قوي بال هو البيت كان ملعب يعني. ساعات كسرنا حاجات يعني في بازات طارت، في حاجات كتير يعني. بس فكانت اصلا يعني احنا اوريدي اتشدنا للعبه من خلال المنتخب ساعتها بتاع 93، وبعد كده في مصر كاس عالم 99 عملوا 7 العالم، كانت البطوله في مصر. فاحنا كنا حابين اللعبه وبنشجع المنتخب، بلس انه والدتي وخالي الاثنين في النادي،
ومن وادي النادي الاهلي يعني بالظبط ده سبب طبعا. بس انا كنت بادئه باسكت، لان انا احنا يعني كلنا كنا بادئين باسكت، لان احنا طوال من واحنا صغيرين. انا جربت باسكت برضه بس ما عجبتنيش يعني والله. لا انا كنت يعني انا كنت عجباني الباسكت، بس شافوني كانت يعني بالصدفه وقت لما انا بدات كانت كنت 5 سنين يعني، كانوا بيكونوا فريق الهاندبول بنات، وشافوني وشافوا ماما في الملعب، قالوا لها يعني بالصدفه المدربه كانت دكتوره هاله زكي، كانت زميله والدتي، ازاي تبقي انت لعيبه هاندبول وبنتك بتلعب باسكت، تعالي تعالي فريق الهاندبول. يعني انت اصلا ما خدتيش اللعبه حبا في يعني؟ حبيتها طبعا. لا حبيتها لا طبعا. لا ماشي، بس انت ما بداتيش زي مامتك يعني على خطوه ولا لا لا يعني؟ لا انا بالنسبه لي انا كنت حابب اصلا كده الهاندبول، حتى جربت الباسكت ما عجبتنيش، فقلت لهم عايز ارجع تاني هاندبول. لكن مع نور هي بقى اللي هم حطوها في الاول عافيه، وبعد كده بعد كده خلاص انا حبيتها طبعا يعني. يعني بتجري في دمنا يعني، نقدر نقول كده. واكيد برضو هتورثوه لاولادكم، متاكده يعني. متاكده ان شاء الله. مدام نبيله واستاذ ياسين والد ووالده كابتن عمر وكابتن نور معانا دلوقتي، علشان نعرف منهم بقى اللي يعني اكيد حجر الاساس. انا دايما اقول كده حجر الاساس الام كمان. انا برحب بيك يا مدام نبيله، برحب بالاستاذ عمر، وعايزه اعرف بقى ده بيت كل رياضي اكيد حضرتك الاساس فيه، فكلميني عن الميكس ده. عندك 3 اولاد ما شاء الله بيلعبوا نفس اللعبه، انا بشوف وده التمرين اكيد مواعيد التمارين كانت مختلفه، مذاكره دروس اكل نوم اصحى نامي يعني، لا هي اكيد الاساس. فانا عايزه ابدا بحضرتك. اللي انا عايزه اقوله الحقيقه مش كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيل الكاميرا. انا برحب بيكي حبيبتي، وانا يعني انا فخوره ان واحده زي حضرتك، نموذج زي حضرتك معانا كده النهارده يحكي عنا قصه النجاح دي. اتفضلي. طيب انت عندك وقت يعني اقول لك قصه النجاح كلها؟ من هنا لبكره. قصه طويله جدا. براحتك من هنا لبكره. طيب اولا مساء الخير عليكم، انا مبسوطه ان انا معاكم الحمد لله. وانا لو حكيت لك بقى قصه النجاح دي يعني هتتعذبي معايا يعني. عارفه لا مش هنتعذب بالعكس، ده دي دروس مستفاده لاي اب وام النهارده بيسمعنا، لازم يعرف القصه دي بدات ازاي وكملت على نفس سرها الناجح ده ازاي، ونحن بنستفيد وكلنا بنستفيد. ايوه طبعا طبعا. بصي حبيبتي، هي يعني مسيره النجاح دي الحمد لله الفضل في ربنا الحمد لله. يعني هم الولاد طلعوا شافونا برضو الى حد ما في النادي وبنلعب ورايحين جايين على طول، والسكه خدتنا بقى خدتهم برضو في الهاندبول. انا بصراحه يعني الهاندبول لعبه شاقه شويه بالنسبه للبنات اكتر طبعا، حتى بالنسبه للولاد برضو. هم لعبوا شويه العاب تانية وهم صغيرين اول ما ابتدينا، بس يعني الحمد لله الناس بقى في الهاندبول صحابنا وحبايبنا وزمايلنا زمان، اخدوهم بقى لقوهم بقى يعني الحمد لله في اطوال وفي مقاومات حب للرياضه ومشينا في السكه يعني الحمد لله. بس طبعا كان كل واحد ليه مع التمرين، فكنا بنمشي بقى في العربيه معانا اللبس ومعانا الاكل. حياتنا كانت في العربيه. احنا ماما كانت تصحى منهم بقى المذاكره، ننزل نروح المدرسه تعمل لنا الغداء في لانش بوكس، لا كل واحد له علبته وتعدي علينا في المدرسه تاخدنا تودينا واحد واحد التمرين. يعني انا في مصر الجديده ومدرسه في مصر الجديده، واحد يقعد يذاكر لحد ما التاني يخلص تمرين وهكذا. بالظبط، وكل يوم نبدل بقى على حسب مين تمرينه الاول. انا كنت خايفه بقى لحسن مثلا لحد الثانويه العامه يبطلوا او حاجه، بس الحمد لله الدنيا مشيت، وكفاح بقى الاب والام وكنا وراهم الحمد لله. تعبنا كتير ويعني اخذنا يعني شطات كبيره قوي في ان احنا نقوم الصبح ونودي المدرسه ونرجع من المدرسه على طول على التمرين ونقدر نواظب على المواعيد. فالحمد لله الدنيا مشت الحمد لله بفضل ربنا، والولاد ساعدونا بصراحه يعني.
يعني كانوا بيذاكروا الحمد لله وملتزمين، ما عذبناهمش خالص، ما كانش مأثر قوي على مذاكرتهم. لا في ناس عذبتني. الرياضه كانت بتساعدنا في المذاكره يعني، حتى ثلاثه الحمد لله كنا فرنسيه اصلا، فكانت الدراسه بتاعتنا صعبه شويه. وبعد كده دخلنا هندسه برضو احنا الثلاثه، وهي حتى ماما مهندسه، ماما معماري وانا ميكانيكا. كانت هي في نفس الظروف تقريبا اللي احنا اتحطينا فيها. انت بالذات بالظبط انت يا نور مش مهندس نور، لكن مدام نبيله الكابتن نبيله حضرتك طبعا حارس مرمى للعبه ديت. بس انا هسال السؤال ده لاستاذ ياسين، دايما اولياء الامور عشان هو استاذ ياسين ممكن يرد بصراحه على السؤال ده. دايما اولياء الامور ساعات كده نلاقيهم بيتدخلوا في الامور الفنيه، يعني انا ابني كويس، انا بنتي قعدت ليه، انا ما نزلوش اللعبه دي، ما نزلوش الماتش ده. انا بشوف كده في كره القدم بصراحه. فهل مدام نبيله بقى باعتبارها كمان خبره ولاعبه سابقه، بامانه كانت بتحرص على ان هي تتدخل في الامور الفنيه دي مع الجهاز الفني او المديرين الفنيين؟ انت عندكم خبره بصراحه يعني، احنا عمرنا ما تدخلنا في النواحي الفنيه، لكن احنا كنا متعاونين جدا مع إدارة النادي الأهلي في اننا نسهل وصول ولادنا التمارين في ميعادها وفي انتظامها، لكن عمرنا ما تدخلنا في اي حاجة فنية في الملعب. احنا كنا نتدخل في حاجات صحيح الحاجات اللي هي بتمس الأدب والأخلاق والحاجات دي بس. وبعدين اللي انا عايز اقوله ان الاهم من ده وده كله بصراحه هو التعاون اللي بيني وبين كان مراتي في تربيه العيال، وده اهم حاجه عشان تخلقي نجم كويس لازم يكون في تعاون وتنازل من كل طرف للاخر عشان خاطر نبقى ورا اللعيبه دول هم. واحنا لما كنا وراهم ما كناش عارفين ان في يوم من الايام هيبقى في حاجه اسمها احتراف في كره اليد. بالظبط فكناش عارفين ان هيبقى ده كارير بتاعنا او في فلوس كويسه، لانه فقط لا غير، وانهم نصرفهم عن انهم يروحوا مثلا قهوه، يروحوا ما اعرفش يشربوا سجاير، يشربوا الحاجات دي، فكان كل وقتهم وكل وقتنا احنا شخصيا مفرغينه ليهم. يعني انا كنت بشتغل في مكان كبير في الزمالك، فكنت بخرج 6 اخر النهار ارجع مدينه نصر بيتنا عشان اخدهم وانزل بيهم تاني النادي الاهلي في الجزيره عشان يحضروا التمارين، او كنت اخرج من شغلي مثلا اروح النادي الاهلي الاقي والدتهم قاعده، اللي بتذاكر له بتذاكر له، واللي في التمرين في التمرين، فانا راعي اللي في التمرين يعني هي بتراعي اللي في المذاكره كده بس، وهي معاه عربيه وهو معاه عربيه ممكن ما يهتمش يعني، مش بيرضى ممكن يروح يعني ينام يعني راجع من شغله ممكن وقت التمرين كله 10 11 بالليل بنبقى في البيت يعني، يعني حتى ما بيخلص شغله بيرجع على بيجي لنا النادي حتى وهو كان ممكن يروح خلاص وكده كده ماما معاه عربيه، مفيش حاجه يعني مفيش حاجه تجبره ان هو يبقى موجود اصلا في النادي يعني، يروح بقى يعني يعيش حياته بقى، راجع من الشغل تعبان، اي راجل بيبقى عايز يروح يرتاح بقى. لا ما كانش والدكم بيعمل كده، هو ده كمان جاله كمان حاجه تانية معلش برضو، كان فاكر وانا صغير كان جاله فلس بوزيشن احسن بره القاهره، يعني مش بره مصر، حتى بره القاهره وما رضيش يعني بسببكم انتوا ارتباطه بينا مثلا، يعني هيبقى في الويكند هو موجود عادي، او هيجي اسبوع ويبقى هناك اسبوعين طول الوقت معاكم بالظبط عشان يساعد برضو ماما. انا بحييك يا استاذ ياسين والله، بحيي حضرتك جدا وحياه ربنا. ربنا يخليك. يعني كنتوا بتستثمروا لا ده هو ده الواجب، بتستثمروا في الاشخاص، بتستثمروا في اولادكم. بالظبط 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 بالظبط، لان دول اللي ربنا هيحاسبنا عليهم. صح، انتوا عملتوا معاهم ايه وسويتوا لهم ايه، والحمد لله يعني ثمرت مجهودنا دون وتعاوننا دون طلع الاولاد دول هم. يعني انا مثلا اقول لك ايه، من ضمن تنازلات الام مثلا، انا مراتي مهندسه مجرد ما خلفت عمر قالت لي انا عايز اقعد بقى في البيت عشان اتفرغ للاولاد، لان ما ينفعش ان انا اشتغل وأراعي الاولاد، هيبقى ده على حساب الاولاد. فهي فضلت انها تضحي بمستقبلها كمهندسه في مكان كان محترم برضه في الحكومه، وتفرغت تماما لتربيه العيال، فكان لازم انا كمان احذو حذوها، اتنازل عن كلمه اخرى، وان ابقى وراهم
في كل حاجة وألبي لهم طلباتهم ودافع عنهم وأعمل لهم باكينج في كل حاجة. ويسخر لنا كل الظروف يعني. بابا وماما سخروا لنا كل الظروف اللي تؤدي للنجاح. في المدرسة كنا بنروح المدرسة وبحل المشاكل هناك، كنت بقابل كل الناس في أي مشكلة تحصل لهم كنت بتدخل، إلا النواحي الفنية في اللعب. في اللعب صراحة. يعني ليه؟ لأن أنا كنت شايف إن هم كانوا فردين نفسهم بدراعهم. يعني هم دراعهم من هم صغيرين الحمد لله ربنا موفقهم وكانوا كويسين جدا جدا في الملعب، فكان مش من حقنا كمان ان احنا نتدخل في حاجه زي كده. انا ما شاء الله يعني زي ما حضرتك قلت استاذ ياسين، اللعبه يعني يمكن بتحتاج قوه، بتحتاج المرمى، انت واقف على الجول خلاص، لكن الباك ليفت انتوا بتلعبوا في نفس المركز يا نوسة صح عمر، فبتحتاج قوه على التصويبه من بره. يعني انا بس في شد شعر في البنات لا بيحصل فيه، لا ده في حاجات كتير مش شعر بس يعني لو عشان فيها كونتنت جامد شويه، فدي مش يعني بالنسبه للبنات لعبه عنيفه. طبعا الولاد كده كده عنيفه بس البنات برضه تعتبر عنيفه. يعني انا تعرضت لاصابات كتير، غرز في الوش. دلوقتي قوانين اللعبه اتغيرت شويه، بقت بتحافظ اكتر على سلامه اللعبة. يعني اي حد مثلا بيتزق دلوقتي في الهواء وقع على ظهره اللعيب المنافس بياخد دقيقتين. كان قبل كده القوانين اتعدلت عن زمان، الاتحاد الدولي اخذ قرارات. شوف كده في لما البطوله كانت اللمسه بالظبط دلوقتي اللاعب هنا بالظبط دلوقتي اي كونتاكت عنيف دقيقتين على طول. مش زي قبل كده، فاللعبه بدات القوانين تتغير شويه. انا بحيي حضرتك يا استاذ ياسين، بحيي مدام نبيله، بس برضو علشان محمد بيلعب نفس اللعبه بس هو في سبورتنج مش كده مدام نبيله، عايزاه حضرتك تكلمينا عنه شويه لانه مش موجود. هو في اسكندريه. مش معانا بس عايزه حضرتك بقى تكلميني عنه اكتر، وهو برضو هل يعني ايه طموحه اللي جاي بقى، هل كمان انه ينتقل للنادي الاهلي الاحتراف بره؟ تكلمينا شويه برضو عن كابتن محمد ياسين عمر. ده اخر العنقود ده. والله يا حبيبتي هو يعني ان شاء الله يجي له احتراف في النادي او بره، هو ونصيبه. احنا هو ما شاء الله وظهر كتير مع نادي سبورتنج وكسبوا نادي الزمالك، كسبانين الزمالك في الدوري الاسبوع اللي فات تقريبا او من 10 ايام. وبعد ما خلص الماتش بتاع نادي الزمالك جت اصابه كده في ركبته، قعدته شويه وعمل حقن تقريبا في ركبته، فالاصابه لسه هو ما تعافاش من الاصابه. يعني هو لعب ماتش الزمالك كان ما شاء الله هو وزمايله كانوا متألقين، والله وهم بقى مجهودهم يتكلم عن نفسهم، لو النادي الأهلي احنا تحت أمرهم، لو أي حتة بره ربنا يسهل لهم إن شاء الله. بس هو برضو لعيب ممتاز وحبيبي، ربنا يوفقهم كلهم إن شاء الله إن شاء الله ويرجع مصر. أنا عايزاه يرجع القاهرة، يعني إن شاء الله يكون في حتة كويسة بإذن الله في القاهرة ان شاء الله. هو مش بعيد يعني، اسكندريه قريبه بس هو هناك لوحده بقى، عايز بعيد عننا بقى يجرب التجربه عشان هو معانا دلوقتي على التليفون. معلش خليه يقوى شويه، انا عايزاه يقوى حبيبتي. بعيد عننا مش بعيد عنها هي بس سامع استاذ ياسين ما سمعتش. انا احنا معانا دلوقتي كابتن محمد على التليفون، وعايز اعرف بس منك يا كابتن محمد، طبعا برحب بيك، انت بتلعب برضه في نفس المركز، بتلعب باك ليفت؟ بلعب باك ليفت برضه وبلعب سنتر هاف، يعني في المركزين المختلفين. قول لي بقى برضه يعني اللعبه ديت يعني فيها قوه، فيها التحام، فيها انفعال، يعني بتقدر ازاي تسيطر برضه على نفسك في المركز ده عكس طبعا المراكز الثانيه؟ انا بسمع ما فيهاش القوه دي، ما فيهاش الاندفاع ده، فكلمني ازاي بتعرف توازن بين ان انت يعني ما تقعش في غلط، ما يتحسبش عليك اي اخطاء، وفي نفس الوقت تأدي بشكل جيد. والله هو طبعا يعني لعبه هاندبول كده لعبه عنيفه جدا وبتحتاج مجهود ذهني وبدني. وبعدين ان كون ان الواحد يلعب في مركزين مختلفين دي حاجه مش سهله خالص يعني، وبالذات لما بيلعب كمان في مركز البلاي ميكر او السنتر هاف اللي هو ده صانع الالعاب الفريق، فبيحتاج مجهود بدني وذهني طول الماتش، ما يقدرش يفصل في اي لحظه من لحظات الماتش. لان لو هو فصل في اي لحظه من لحظات الماتش الفريق كله بيتاثر بيه، لان هو تقريبا اللي بيتحكم في ريتم المباراه. هجوم يعني عكس تقريبا يعني الباك ليفت برضه طبعا عليه مسؤوليه كبيره جدا، بس هو اكتر المركز في الملعب عليه مسؤوليه هو مركز البلاي ميكر، لان هو صانع الالعاب بتاع الفريق.
بس فكوني ان انا العب في مركزين دي حاجه الحمد لله يعني حاجه كويسه وحاجه بتزود لي كمان انا امكانياتي في اللعبه اكتر. تابعت منتخب مصر في البطوله اللي كانت مقامه هنا، بطوله كره اليد اللي مصر نظمتها، شفتها ازاي؟ قيمت منتخب مصر ازاي يا كابتن محمد في اللعبه دي؟ والله هو البطوله من اولها لاخرها الصراحه كانت مشرفه جدا في كل حاجه، سواء كتنظيم وسواء كاداء المنتخب وسواء كدعم من الاتحاد. يعني الاتحاد ما قصرش في اي حاجه خالص في البطوله دي، حط جهاز فني على اعلى مستوى ولاعبين، واختار اختيارات اللاعبين كانت على اعلى مستوى. وطبعا انا تابعت الماتشات من اول يوم، يعني المستوى بتاعنا بيعلى واحده تدريجيا واحده واحده مع الماتشات لغايه ما وصلنا للتوب ليفل قدام ماتش قدام المنتخب الدنمارك. طبعا هو اقوى منتخب في العالم، بطل العالم. طبعا فكونك ان انت تعملي مباراه زي دي مع اقوى منتخب في العالم وتفضلي ماشيه ند بند طول الماتش لحد اخر لحظه، لحد الرميات الترجيحيه، ده احنا كنا بنعيط هنا وكلنا كنا بنلعب يد برضه، يعني تحولنا لخبراء. ده حقيقي، دي حقيقه. يعني مصر كلها كانت بتتابع المباراه كمان، مش بس الناس اللي بتتفرج على المباراه، يعني حتى يعني فانا يعني بعدي في الشارع قدام اي قهوه او كده كل الناس مشغله الماتش يعني. صح، دي حقيقه. الحمد لله حققنا يعني نتيجه كويسه، بس ان شاء الله باذن الله في الاولمبيات اللي جايه دي نقدر نحقق ميداليه باذن الله. باذن الله يا رب. انا بشكرك جدا جدا كابتن محمد، بالتوفيق يا رب العالمين في القادم ان شاء الله. بس عايزه اعرف برضو من مدام نبيله واستاذ ياسين، روشيتا نقدر نقدمها دلوقتي لاولياء الامور تطلع لنا جيل كده امثال كابتن عمر وكابتن نور وكابتن محمد، تقول لنا ايه استاذ ياسين؟ اول حاجه التفاهم الكامل بين الاب والام. لان ده اهم حاجه تبقى موجوده عشان خاطر محدش يبقى ما بيحصلش خلل في البيت. نمره 2 ان يبقى في تنازل من كلا الطرفين للاخر، ما يبقاش كل واحد متشبث برايه، لا ده انا عايز يلعب كذا، لا ده انا عايز يلعب كذا، لا ده انا عايز يلعب كذا. الاولاد اللي هم يقرروه هم اللي يمشي فيه. الاب والام مهمتهم مسانده الاولاد دي في كافه حياتهم لحد ما يتخرجوا من الجامعه وبعد ما يتخرجوا من الجامعه. يعني هم النهارده حتى بعد ما خرجوا من الجامعه احنا برضو واقفين وراهم بنساعدهم بالراي بالشورى بالتوجيه. فدي اهم حاجه، التعاون اللي بين الاب والام والثقه اللي بين الاثنين والتبادل والتنازل عن الانانيه بينهم هما الاثنين. دي اهم حاجه اللي ممكن تخلقي بيها لاعب فعلا يكون كويس، او طفل يكون كويس، يكون صالح يعني. تمام جدا. كابتن نبيله. ايوه حبيبتي، قولي لي بقى برضو يعني يعني تجربتك لا من لا بس الام بقى. لا الام طبعا الام ليها نظره ثانيه والله. طبيعي المطبخ اول حاجه الاكل، الاهتمام بالتغذيه بقى، ده وزيره التموين بتاعت البيت يعني. اكل فظيع. اهتمام بكل حاجه، اهتمام بالاكل واهتمام بالنظافه واهتمام بمواعيد النوم واهتمام بان احنا برضو دايما وراهم، يعني ما كناش بنسيبهم كتير، كنا على طول معاهم الحمد لله. وبما اننا يعني بما ان انا كنت لعيبه فانا الى حد ما كنت يعني فاهمه في الملعب يعني فكنت برضو يعني اضغط عليهم شويه، وساعات اقول لهم لا انتوا غلطانين مثلا في حاجه، بوجههم من بعيد برضو بعيد عن المدربين وشغل المدربين. بس الحمد لله هي الدعم المعنوي كمان يعني فروم اي تو زد من والدعم النفسي يا ماما، الدعم النفسي المعنوي والنفسي بالنسبه للجامعه وفي الشغل. الحمد لله الحمد لله، سهر معاهم ومروح معاهم وفي كل حته الحمد لله كنا متواجدين الحمد لله، ربنا قوانا يعني. او احنا لو فكرنا اللحظه ان احنا في اللي احنا عملناه يمكن ما كناش عملناه، لكن هي كانت الدنيا ماشيه الحمد لله. يعني كنا بنحمد ربنا على كل حاجه الحمد لله. يعني ربنا يخليكم ليهم
ان شاء الله حبيبتي. انا بشكرك جدا جدا، ربنا يخليك، شرفتينا استاذ ياسين جدا، ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يعني يخليك يا رب ان شاء الله ليهم يا رب. وبفضل طبعا يعني اولياء الامور دول اللي من النوعيه دي، انا بتكلم اللي من النوعيه دي، نقدر نشوف امثله ناجحه جدا جدا، مش بس على فريق مستوى كره اليد، في جميع المجالات يا جماعه. فانا بشكركم جدا، بحييكم جدا، طلعتوا لنا فعلا نماذج ناجحه تقدر تكون قدوه في يوم من الايام، ودلوقتي حتى للجيل اللي جاي كمان. شكرا ليكم جدا. الحمد لله، ربنا يخليك، ربنا يخليك، متشكرين جدا جدا، الف الف شكر يا فندم. شكرا ليك استاذ ياسين، شكرا مدام نبيله، شرفتينا. اصابات بتشدوا بقى شعر بعض في الملاعب فعلا، وفي يعني انتوا محتاجين الباك ليفت في الكره، في كره اليد عايزه ثبات على ارض الواقع، عايزه قوه من بعيد، قوه جسمانيه وثبات، وانتوا بتصوبوا من بعيد صح، من ابعد مدى صح صح. فانتوا يعني انا بسمع انه في اصابات كتيره جدا بتواجهكم يعني، بالذات في المركز ده طبعا، لان هو بصي هو عامه الخط الخلفي في الهاند بول اللي هو الباكين والبلاي ميكر، ومعاهم الفرود او اللاعب الدايره، عمرو السوليه خلاص عمرو السوليه في الهاند بول بالظبط كده. هو دول يعني اكتر ثلاث مراكز بيتعرضوا للاحتكاك قوي، يعني يمكن الجناحين اللود عليهم في الكونتاكت اقل، الكونتاكت اقل بالظبط كده. فالثلاث مراكز دول بيحتاجوا قوه جسمانيه، بيحتاجوا كمان اللاعب يبقى يعني معافر. في لاعيبه برده ممكن يكون بيخاف على نفسه شويه، اللاعب لو فكر في لحظه ان هو خايف هيتعور هيتصاب. انتوا شويطه، لازم تكونوا شويطه بالظبط. هو ما بقول لك زي عمرو يعني. السلاقي زي سمير كمونه كده في الكوره والله الاكل ملوش طعم من غيره. فده بيحتاج منك ان انت تكوني يعني عشان تبقي ثابته على ارض الواقع، انك تكوني حاده كمان طبعا صح. عورتي اكتر ولا تعورتي اكتر؟ والله بصي انا اتعورت، وكانوا بيقولوا لي ان انا بعور، بس انا ما يعني بس انا ما كنتش ببقى قصدي بصراحه يعني كنت اسمع ان انا كنت اسمع ان انا بعور الحقيقه، بس هو كان بيبقى من غير قصد. تحسيش بنفسك؟ طب لا والله بصي هو يعني انا بدافع صح، دفاع ناشف يعني. انا برضو كنت بلعب في مركز ثلاثة في الدفاع، وده برضو يعني زي ما كان محمد بيتكلم انه المركز صانع الالعاب هو اهم مركز في الهجوم، فمركز ثلاثة في الدفاع هو اهم مركز، هو اللي بيحرك هو رمانة ميزان الدفاع يعني. محتاج مجهود بدني وذهني، ذهني لازم يبقى ذهني، عشان هو دايما بيمد زمايله وبيكلم اللعيبه اللي حواليه التكتيك اللي بيحصل من الفرقه الثانيه وبيوجهه. فكان الموضوع معاكي صعب يا نور؟ تعرضت لاصابات كتير، منهم مرتين ماما قالت لي انت هتبطلي هاندبول بعد الاصابتين دول، بس الحمد لله يعني كملت. مره خدت يعني غرز في وشي، وكنت حتى برده في اسكندريه رجع لها بقى طبعا يعني هي اتفاجئت، هي بتكلم بتتصل بيا ما بردش على التليفون، غرز ما لا هي بتتصل ما بردش ساعه اتنين، ما بردش، سايبه شنطتي وحاجتي ونقلوني على المستشفى حبيبتي. فلما لما لقيت اتصلت بالاداري بتاع الفريق، فبيقول لها نور في اوضه العمليات، فطبعا هي سمعت الجمله دي من هنا مش فاهمه عمليات ايه، راحت اتصلت بالكابتن قال لا مش اوضه عمليات، وايه نوع الاصابه وايه كذا، يعني بيقول لها اوضه عمليات، طبعا هو توصيل المعلومه كان بالنسبه لها صادم يعني القلب مفتوح مش اللي هو يعني. بس الحمد لله رجعت طبعا، شفت المنظر، غرز طبعا وورم في البق، ويعني خلاص بنتي اتشوهت يعني، جالها طبعا الاحساس ان مش هتتجوز بالظبط كده، البنت خلاص كده راحت يعني عليه. فدي مره ثانيه برده، ويعني وللاسف المرتين كنت انا في بره القاهره وهي ما كانتش معايا، هي في العادي كانت بتجيلي دايما هي وبابا كل المباريات حتى لو بره القاهره بيسافروا تحضرها معاكي هي وبابا جوه. برده مره كنا بنلعب نهائيات واخدت بوكس تحت عيني هنا، وكانت ورمه وزرقت، عارفه عادل امام في الافلام كده لما بيطلع موف حوالين عينك، كنت كده بالظبط، وكانت يعني الاصابه كانوا شاكين ان انا جالي كسر اصلا في العظمه دي، بس الحمد لله عملت اشعه، بس برضه راجع لها بمنظر يعني الحمد لله. تحكي لنا برضه على ماتشات افريقيا، كنتوا بتلعبوا افريقيا مع النادي، اللعيبه الافارقه بيحطوا ولازم يحطوا في شعر لا حاجه زي كده مش فاكر تقريبا زودوا لا الهاند بول احنا بنحط لزق في زي لزق كده عشان لاعبات افريقيا معظمهم بيبقوا مركبين شعر وضفاير وراستا وحاجات كده يعني هير اكستنشنز معروفين بالراستا دي، فكانوا كتير مثلا اجي ادافع على واحده فلاقي الشعر طلع في يعني حته من الضفيره طلعت في ايدي عادي وسط الماتش بسبب اللزق ده. ومره لقينا يعني على الدكه وهم حاطين الشنط
في بقى شعر يعني موجود هم بيركبوه قبل الماتش ويخرجوا فبيطلع شعر بقى فاهم شعر حقيقي يعني بيطلع في ايدينا شواتير بالظبط كده فيعني من اللزق بتاع الكوره فلو غصب عني ايدي جت في شعر واحده بتطلع عادي فيعني بعد المواقف انه عمر فكرني فعلا وانت كابتن عمر اكيد تعرضت لنفس المواقف يعني انا كنت بلبس لانسز في عينيا زمان كان عندي نظر فكنا بنلبس لانسز فكتير قوي بقى كانت بتقع مني من الخبطات او مثلا حتى حط صباعه في عيني كذا مره وانا بقى بكمل بشيلها عادي من الارض واحطها في عيني تاني بكمل بقى حدث ولا حرج ما يعني لا 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 ولا سولوشن بقى هقول للحكم والكابتن معلش ثاني واحده احطها في السولوشن لا لا وما كانش بيجيب معاه سبير في الشنطه فكان يعني الحقيقه في التعامل مع لحد ما الدكتور قال لي انت كده هتفقد البصر لازم جاله التهاب في القرنيه تعمل ليزك او ما تلبس لينسز تاني فعملت ليزك وخلاص كلمني عن عودتك بقى لبيتك من الاحتراف لمرة تانية للنادي الأهلي في قصة احكيها لي هو أنا الأول كنت أنا طول عمري في ناشئين الأهلي بعد كده سافرت في 2014 2015 لعبت سنة في أهلي جدة ورجعت بعد كده رحت طرائع بعد ما رجعت الأهلي تاني موسمين رجعت رحت طرائع الجيش أول سيزون كان بسبب كنت داخل التجنيد فكان لازم أنضم لطرائع الجيش عشان اللي هو الجهاز الرياضة تبع نادي طرائع الجيش بعد كده قعدت في الجيش سنة تانية حققنا في السنتين دول مع نادي الجيش نتائج كويسة وإنجازات ما حصلتش قبل كده في النادي وكنا بدأنا ننافس أهلي والزمالك بقوة ووصلنا فاينل كاس سنتين ورا بعض وثالث الدوري سنتين ورا بعض وكان معنا كابتن طارق محروس هو كان ماسك نادي الجيش ساعتها هو برضو من أبناء نادي الأهلي بعد كده أنا سافرت احترفت وهو برضو سافر أهلي جدة مسك أهلي جدة وأنا سافرت رومانيا وبعد كده على قطر بعد كده هو كلمني وانا في قطر في شهر 5 تقريبا او شهر 6 تقريبا 5 او 6 اللي فات انه هتعمل ايه السنه الجايه وانا عايزك معايا في الاهلي انا هرجع الاهلي ان شاء الله وعايزك معايا ومن هنا بدات بقى المفاوضات والموضوع عايز اقول لك ما خدش يعني اما هو فعلا مسك رسمي وجه اتكلم معايا احنا ما خدناش 5 دقايق يعني هو ما خدناش وقت في التفاوض هو وفقت على طول ويعني من غير اي مفاوضات اللي هو بقى نقعد نفاصل يعني وجذب بقى لا على طول هو تمام يا كوتش اوكي كده تمام خلاص الموضوع خلص بس كنت انت تتمنى من جواك ان انت ترجع ولا لا يعني اي واحد طبعا ان تربى في النادي الاهلي بالذات متعود على المكسب والانتصارات والالتزام والمسؤوليه وكل الكلام ده طبيعي حتى لما بيسافر يخوض تجربه احترافيه يبقى هدفه الاساسي ان هو بعد ما ياخدها يرجع تاني ينهي مسيرته في بيته في النادي البيت اللي اتربى فيه خاصه لو البيت ده هو النادي الاهلي اكبر نادي في الشرق الاوسط يعتبر فطبعا شرف لاي حد انه يرجع تاني بيته وكنت مبسوط الحمد لله بالقرار ده يعني حلو قوي حلو قوي بتتابعي برده مع انك اعتزلتي انتوا ماشيين بشكل كويس جدا والمحققين تقريبا يعني فوز او مكسب على كل الماتشات لحد دلوقتي والتعادل واحد مع الزمالك مش بتتابعي ولا مش ولا لا بتابع خلاص الاعتزال لا بالعكس بالعكس ده انا بتابع يمكن اكتر ما كنت بلعب والله اصحابي لسه البنات كلهم اصحابي ده اولا ثانيا بتابع كمان الولاد اخواتي الاثنين انا بحضر لهم الماتشات كلها لو قادره لو قادره الكلام ده برده من ايام ما كنت بلعب بحضر الماتشات وبنرجع بقى طبعا بعد الماتش استوديو تحليلي في البيت بما ان الاسره كلها والله تحليلي على مستوى عالي جدا يعني طبعا في البيت فالحمد لله لحد النهارده لا متابعه طبعا ويعني كتير طلبوا يعني اقترحوا يعني حد قريب كان الكابتن بيتواصل معايا عشان ارجع ينفع انت معتزله بقالك قد ايه بقالي 3 سنين ده ثالث موسم يعتبر ينفع بعد فتره انقطاع طويله جدا ترجعي بالسهوله ديت ولا بيبقى في قبلها بقى لا طبعا انا بدنيا اصلا بره جيم وكده محافظه طالما انا محافظه على 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 المستوى البدني بتاعي او لياقتي بشكل عام فالهاندبول لعبتها تقريبا سنه من حياتي يعني الميموري هترجع بسرعه لو انا قررت ارجع ينفع ترجع ينفع طبعا ما فيش حاجه يعني في ناس بتبطل بالخمس سنين وترجع تلعب طبعا ممكن ما ترجعش بنفس الكفاءه بس انا كنت حاطه في قراري لو قررت ارجع فيا اما ارجع زي ما كنت يا اما خلاص يعني هو قرار وانس اند فور انت عايزه يعني. ايه والله لو في فرصة يعني المشكلة بس حاليا في ان انا مش قادرة اوفق خالص ما بين شغلي
والهاند بول في النادي الاهلي دونا عن كل الانديه، يعني يمكن الانديه الثانيه في التعامل مع البنات مش عايزه طبعا مش عايزه اعيب في اي حاجه، بس النادي الاهلي مختلف في الالتزام في الانضباط طبعا. بنتعامل طالبه ان انت تحققي دايما طبعا في ستريس وتحققي في ستريس وفي مسؤوليه كبيره جدا، في تضحيه، في يعني تحس انت شايله مهمه لو ما قدرتش احققها مش يبقى ماليش مكان. انا كان معايا مصطفى عاصي الاسبوع اللي فات كان بيلعب طبعا في احد الانديه الكبيره، بس ما كانش بالنسبه له قلق او ما حدش بيطالبه ان هو يعني يدخل بطوله او يحقق مركز اول في النادي الاهلي، ما بينامش يعني يقول لي كده، هو والده كده. انا ما بنامش خلاص، مطالبين طالما دخلت النادي الاهلي مسؤوليه رهيبه، ضغط كبير كمان، انه النادي يعتبر اكبر نادي جماهيري في الشرق الاوسط، يعني جوه مصر بس في 70 مليون مشجع للنادي، غير اللي في الدول العربيه ودول الخليج. فطبعا كم عددهم يا عمر اللي في مصر؟ حوالي 70 مليون تقريبا مشجع اهلاوي طبعا، والناس مشجعين الاهلي بيتفرجوا على كل الالعاب، يعني متابعين هاندبول، باسكت، فولي، اي حاجه النادي الاهلي بيلعب فيها جمهور الاهلي بيتفرج عليها. فدي بتحطنا في مسؤوليه طبعا، انه يعني انت حتى لما سافرت احترفت بره كان النادي اللي انا بلعب فيه في رومانيا هو يعتبر الديربي يعني مع دينامو بوخارست، وكان ليه متابعين وجمهور وكل حاجه، بس الموضوع مش زي هنا خالص، يعني مختلف مفيش جمهور لا مفيش روحه. جمهور زي اللي عندنا بصراحه يعني يعني حتى على مستوى اليد يعني مش بس كوره. بالظبط. حلمك ايه؟ ايه الفتره اللي بتفكر في ايه الفتره اللي جايه؟ انت خلاص في النادي الاهلي دلوقتي؟ انا يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله انا يعني انهي مسيرتي في النادي الاهلي، ده الطموح للفتره دي يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. وانت يا نور فكري، فلازم تقرري دلوقتي هترجعي ولا مش هترجعي؟ قرري دلوقتي. لا والله يعني انا زي ما قلت لك التأثير يعني انا كنت شايله مسؤوليه كبيره في الفريق. كنت يعني وصلت لمرحله في اخر 3 سنين في حياتي في الهاندبول ستريسد جدا، مش قادره الاقي وقت لنفسي، مش قادره الاقي وقت لاصحابي، مش قادره يعني حياتي كلها ما بين شغل من 9 ساعات في اليوم، اخلص شغل اطلع جري على حتى الاجازه الجمعه والسبت، جمعه تمرين والسبت ماتشات الدوري. فوصلت لمرحله انا يعني فعلا تعبت ان انا مش قادره خلاص، يعني لازم اختار حاجه من الاثنين، مع ان انا كنت في الاول واخده قرار ان انا هدور على وظيفه تبقى ظروفها تسمح ان انا مناسبه للتمرين واللعب بالظبط كده، مناسبه ان انا اقدر اوافق ما بين الاثنين، حاجه ما تكونش مجهده قوي، ما فيهاش عدد ساعات شغل كتيره. فطبعا الموضوع ما مش بسهل يعني ان انا الاقي حاجه زي كده، والشركات طبعا الكبيره او المالتي ناشونال عامه ما فيش قوي كونسبت، يعني انا لعيب محترف ولا ما فيش حاجه اسمها بالظبط، ما فيش حاجه اسمها معلش سوري انا ماشيه بدري عندي معسكر، معلش انا عندي بطوله هغيب 10 ايام. انا مثلا في احد الشركات اللي كنت فيها، شركات في مجال الهندسه، في سنه واحده سافرت 3 سفريات كل سفريه ب 20 يوم اجازه، فانت مش موجوده اصلا. فطبعا انا بحاول ابقى موجوده طبعا بكل وقتي ومجهودي وكل حاجه، وكنت بعمل مجهود رهيب عشان اقدر اوفق توازي. بس طبعا باجي في اخر السنه وقت الابريزل والبونس وكده بقى، يعني اتقالت لي صراحه من المديرين في الشركات اختاري صاحب بالين كذاب. شفتي انت شاطره ودماغك نظيفه وذكيه وكده، بس صاحب بالين كذاب، يعني شوفي لك حاجه تركزي فيها. فاخترتي ان انت تعتزلي. اخترت ممكن اقول اعتزال مؤقت يعني، ممكن برضه ممكن يعني خليها يعني جايز، يعني الظروف يعني ما حدش عارف الظروف فيها ايه. لو الظروف متاحه ان انا ارجع، وانا يعني انا قلت الكلام ده اكتر من مره، هرجع ان شاء الله، بس على شرط ان انا اقدر ابقى قادره اوفق ما بين الاثنين، ومفيش حاجه تيجي على حاجه، لان انا حتى انا بطبيعتي كشخص يعني ما بعرفش ابقى موجوده تدي نص مجهودك ونص منظر او لا حاجة يعني. او على الصف تعدك لا يعني يا اما ابقى موجوده فول باور يا اما ما ابقاش موجوده، يعني ما اعرفش ابقى موجوده تمثيل كده مشرف او نص نص او نص نص. دي حاجه في شخصيتي يعني. هتبقى التمرين بتاعت البالي عرض الساعه 4 بيتمرن الساعه 4، فتبقى صعبه مع الشغل كمان، هي دي المشكله. ده كان يعني السبب الرئيسي، ده عز الدوام يعني الشغل بالظبط. بتمنى لك التوفيق في اي قرار تاخده. ميرسي، ربنا يخليك. ميرسي يا كابتن عمر. ميرسي، ربنا كل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي، وانتوا شرفتونا النهارده فعلا، شرفتونا فعلا. احنا مبسوطين ان احنا معاكي وعلى قناه الاهلي، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه مع النادي نحقق احنا داخلين بطوله الدوري، احنا ماشيين اول مع الزمالك نفس النقط،
والكاس هيبدا هنبدا اول ماتش 18/3 ان شاء الله. دول بطولتين حاليا بننافس عليهم، وفي بطولة افريقيا في شهر 5 في الجزائر ان شاء الله باذن الله. باذن الله نحقق 3 بطولات ونهديهم لجمهور الاهلي يا رب باذن الله، وتشرفونا هنا ونحتفل بكم باذن الله هنا مع جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا لكم باذن الله. بعد الفاصل لسه مستمرين في البيت الكبير. مرحبا بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير. اخر فقراتنا النهارده في البيت الكبير اكيد فقره مميزه لان احنا معانا ضيف مميز جدا على مستوى الاداء التحليلي الفني، على المستوى الاداره، على مستوى الفنيات. معانا نجم من نجوم النادي الاهلي الكابتن فتحي نصير اللي هيكلمنا اكيد عن مشوار النادي الاهلي في العشره يا اهلي، وهكلمنا عن مشوار ان شاء الله في الدوري المصري وملفات كتيره جدا جدا. واحد من اساطير النادي الاهلي الكابتن فتحي نصير يمكن عنده ذكريات كمان طويله جدا مع النادي الاهلي، رغم كمان ان هو اصغر مدير فني او اصغر مدرب بعد اعتزاله في سن 20 سنه. هنتكلم معاه في ملفات كتيره جدا، ودايما بيشرفنا وينورنا الكابتن فتحي نصير. بنرحب بيك يا كابتن فتحي. انا كابتن هاني ومرحب بيك وسام، بنرحب بيكم وانتم متألقين من بداية الحلقة كده، يعني ما شاء الله النهاردة يعني. الله يخليك. الله يبردك مسك الختام. أكيد ومنورنا كالعادة برضو. الحمد لله. عايز أخد رأي حضرتك في المواجهة المرتقبة يوم السبت، لكن عايزك برضو كابتن فتحي تفسر لنا ليه فيتا كلاب موجود في القاهرة من بدري علشان يستعد للمواجهة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو أولا طبعا فيتا كلاب كان بيلعب في السودان، فهم الإدارة بتاعتهم فكروا هل هم يرجعوا الكونغو ولا يجوا على القاهرة، ففكروا يجوا القاهرة بدل ما يروحوا الكونغو، يجوا من الكونغو للقاهرة، فأحسن يجوا القاهرة على طول ويعملوا معسكر هنا دايركت. وفي نفس الوقت يتابعوا النادي الأهلي عن قرب، وبالتالي هم مباراة الطلائع شافون لأن كانت منقولة وهم شافوها واحنا قاعدين، فعشان يدرسوا آخر مرحلة وصل فيها للنادي الأهلي، فده السبب إن هم جم بدري. يعني هم يعني سببهم هم مش جايين من الكونغو بدري، هم أصلا في السودان، جايين من السودان مش من فجايين من السودان. يعني فإذا جايين من السودان، السودان من هنا لهناك ساعة وثلث، يعني ما فيش مش هتلاقي. بس ده كابتن بيدل كمان على عملية التحضير وعملية إن هم أكيد محضرين لمباراة النادي الأهلي بشكل كبير جدا. ودايما لما الفرق بتروح بدري ويبقى في أولا مش هقول تأقلم على الجو، لكن التأقلم على البلد نفسها، بيتابعوا النادي الاهلي، عندهم فرصه كمان ان هم يتمرنوا ويشوفوا النادي الاهلي ويدرسوه. عمليه التحضير ديت اكيد بتبقى ايجابيه، يعني التفرغ والعزل عن البلد بالظبط، والتركيز بيزيد، ويبقى اهميه المباراه واهميه الخصم يقدروا يحضروا فيه، وبالتالي طموحاتهم كبيره. طالما فرقه بتحضر كده يبقى طموحاتها كبيره، وخاصه بعد فوز كبير على المريخ السوداني. ردود افعال بقى، ايه المطلوب من النادي الاهلي في مباراه زي دي يا كابتن؟ ما هو هم كمان كسبانين يعني السودان 4-1 أربعة كتير يعني على ارض المريخ. اذا الفرقه بتسجل اهداف صحيح. يعني عندها القدره لتسجيل اهداف رغم انها خسرت في ملعبها 1-0، لكن جت النهارده فهي عندها امل انها تعوض وتلحق انها تخش مع سيمبا. هي في تفكيرها كده ان سيمبا كسب الاهلي، طب ليه انا ما كسبش الاهلي؟ هو في تفكيرهم، وهي كمان في المركز الثاني فهي هتفكر بالطريقه دي. ما هي طبعا على الاقل تحافظ على الثاني. أيوة. ولو حافظت على الثاني يعني ان تصعد هي تصعد على طول. يعني هي خلاص. لكن هي ممكن انها الماتش ده هيكون يعني ايه عنق زجاجه للمجموعه كلها. الاول والثاني والثالث والرابع، هذه المباراه هي المباراه الفاصله. مباراه سيمبا والهلال السوداني المريخ دولت مش يعني ما نقولش، لان المريخ فقد عنصر كبير ان تأهله يعني الصعود بتاعه. فاذا التفكير في المباراه دي، لان احنا المثلث اللي هو هيصارع على اول وتاني، يعني هم الثلاثه اللي ان شاء الله يصعد منهم اثنين، يعني خلاص ما بين الاهلي وبيتا كلاب وسيمبا. المريخ للاسف يعني الواحد كان متخيل ان هو المفروض يبقى احسن من كده،
وهو فعلا احسن من كده. وكانت تمنياتنا كمان وطبعًا ان يكون تاني المجموعه ويصعد بعد الاهلي. لا يعني دي كانت امنياتنا وده اللي كان متوقع من الفرقه السودانيه والكره السودانيه، يعني كره متطوره وكره حديثه وكره لها تاريخ ولها ماضي ولها يعني فرقه المريخ مش فرقه سهله يعني، لكن صادفها ظروف وسوء حظ في هذه المباراه خسرت 4 خسرت الاهلي 3 اصبحت يمكن شويه بره الجيم او بره اللعبه اصبحوا الثلاث فرق دي، فالمباراه دي هتكون فاصله ان لازم الفرقه اللي هي هتكسب ان شاء الله يكون النادي الاهلي لان النادي الاهلي يركز فيها اكتر. واحنا هنتكلم دلوقتي على الفرقه ليه احنا كنا واصلين للمرحله دي في سيمبا. في العامل النفسي قد ايه مهم او الى اي مدى مهم فوز الاهلي النهارده على بطل الكونغو فيتا كلاب؟ من النواحي النفسيه كابتن فتحي عشان عارفه حضرتك بتتكلم كويس قوي في النقطه دي. هتكسبيه ان شاء الله لو في مكسب بالاعداد النفسي لفرقه النادي الاهلي. لان المرحله اللي بتمر بيها فرقه النادي الاهلي ده في العالم كله اي فرقه ساعات بعد كذا بطوله لازم الكيرف ينزل وبعدين يصعد تاني. احنا في مرحله النزول دلوقتي، مرحله سيمبا دي هي مرحله نزول، مرحله الهبوط، مرحله ان ايه نقول ايه الناحيه الذهنيه متعبه ومجهده، المخزون الذهني فاقدينه كتير. كنا لسه بنتكلم مع حضرتك المخزون الذهني ده اتفقد، مخزون الذهن ده بيؤثر على الناحيه النفسيه والناحيه النفسيه والجهاز العصبي هم اللي بيأثروا على الجهاز العضلي، فاللي بيجهزوا على الجهاز العضلي يبين الفرقه تعبانه، تحس ان الفرقه تعبانه. ليه بيتسو موتسماني ادى يوم اجازه زياده؟ عايز يريح اللعيبه، لان اللعيبه حتى لو جات الملعب ومشيت بتفكر، هو مش عايز المخ ده يشتغل. افصله بقى افصله. هو ساعات كابتن كمان يعني في علم التدريب وحضرتك ادرى الناس بالكلام دوت، بيقول لك في يوم بيبقى افضل من يوم تدريب، يعني لما بتدي يوم راحه للعيبه بيبقى ده كمان تدريب، يعني جزء من اجزاء التدريبات على النواحي البدنيه انك بتدي له راحه ريكفر، الكفرنج بيعمل له ريكفر بالظبط بحيث يقدر يدي قوه اكثر. احنا للاسف يا كابتن ما عندناش الاوبشن ده دلوقتي، يعني لو شفنا مباراه النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت وبعدين عنده مباراه يوم الاربعاء مع الاسماعيلي، مباراه برضه مهمه في الدوري، وبعدين هيسافر على طول بعد المباراه بطياره خاصه هيروح على الكونغو علشان المباراه الثانيه، فانت بتتكلم في ثلاث مباريات مهمين جدا في تقريبا اسبوع. رؤيه حضرتك بقى الفنيه عمليه، هل موسيماني عمليه التدوير يبداها من مباراه فيتا كلاب مع الاسماعيلي؟ يعني الحسابات هتبقى مش بقى حساب مباراتين، انت بتحسب ثلاث مباريات، عندك فيتا كلاب السبت وعندك الاسماعيلي وعندك فيتا كلاب كمان بعديها باربع ايام وبينهم سفر. التقسيمه دي من الناحيه الفنيه ازاي موسيماني يشتغل عشان يطلع اكبر انتاج في الثلاث مباريات دول؟ هو بداها باول حاجه صح ان ادى اليوم الراحه ده. الناس تتخيل ان يوم راحه ليه لازم يجيب اللعيبه في ايه؟ خلاص المخ كله مليان دلوقتي من الضغط ومن الشحن ومن الاعداد ومن التركيب والكلام ده. ما هي الاصابات برضو نتيجتها الضغط الكتير، ضغط المباريات، ضغط الشحن، الضغط العصبي. يعني ايه ضغط عصبي؟ ان انت لما تتكلمي مع اللعيبه وبتتكلم يعني بنقعد نكلم اللعيبه كتير كتير كتير، الشحن لما تنفخ في الكوره جامد 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 الكوره بتفرقع. صحيح. فانت شحن كتير. فالشحن هو غصب عنه لازم يشحن عندي مباراه ما لازم اتكلم فيها، مش هقول له والله انزلوا اتسلوا. مفيش هنا يعني رفاهيه التسالي ورفاهيه الوقت ورفاهيه الفراغ ورفاهيه ان انا يبقى عندي وقت طويل اقدر امرن فيه على خفيف وامرن الصبح مره وبالظهر مره بالليل، الكلام ده غير موجود. احنا اتحطينا في موقف دلوقتي صعب وقادرين بايه بقى؟ بامكانيات لعبتنا، بمهاره لعبتنا، بخبرات لعبتنا اللي اكتسبناها من خلال اللي خدنا لغايه وصلنا نهائي افريقيا في العام الماضي. فاذا الخبرات دي كلها لازم تترجم دلوقتي. عايز اتكلم في ده النهارده، يعني بعيدا عن هزيمه سامبا، بس انت النهارده عندك اصابات وغيابات ومع ذلك بتحقق الفوز على الطلائع. عايزه برضو حضرتك تكلمنا عن دلاله ده ايه، يعني بالنسبه للنادي الاهلي ده معناه حاجه كبيره جدا. الروح القتاليه ستيل لازالت موجود طبعاً. بيها ودي طبيعيه. الروح القتاليه في لعيب النادي الاهلي دي موجوده
من الصغارين للكبار. يعني لو لاعب متربي في النادي الاهلي او لاعب عايش في النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني احنا من زمان كنا التعادل بيعتبر خساره. ما نتعادلش، ما نعرفش يعني ايه تعادل، الهزيمه ما نفكرش فيها، ان كل تفكيرنا مكسب مكسب مكسب. فطبعا انت هنا في صراع، احنا كنا في طلائع بيحضر وبيتكلم وبيقول المدرب وبيقول مسيماني ان احنا عشان بطوله الدوري عشان النقطه عشان 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 ده عشان يا كابتن كمان تكمله كلام حضرتك علشان النادي الاهلي كمان عنده مؤجلات، ودايما حضرتك عارف ان المؤجلات وخاصه يمكن الزمالك يمكن تعثر في مباراتين، لكن دايما بحساب النقاط هو لسه فوقنا فبيبقى ضغوط زياده انك مطالب كمان انك تكسب، فدي مش رفاهيه كمان ان احنا ده مباراه، ده مباراه مطلوب منها انك كمان تكسب علشان تصعد وتبقى على قمه الدوري. ده وضع، طب هي دي ضغوط كلها صحيح، هي الضغوط دي كلها بقى اللي كنا بنتكلم فيها. يبقى ضغوط الصعود للقمه في الدوري، ضغوط الصعود للبطوله في المجموعه عشان ابقى الاول، الضغوط لان انا اتحدى التعب، لان الضغط المباريات دي كلها، كل دي ضغوط. اي حاجه بتتاثر فيها الانسان اول حاجه بتتاثر فيها قبل ما نقول الجهاز العضلي ولا الجهاز الدوري التنفسي كده، اللي هو المخ طبعا. يبقى جهاز عصبي، لان المخ هو اللي بيشغل الاعصاب والاعصاب هي اللي بتشغل العضلات. دي حاجه علميه مش اختراع، مش راي فتح نصير ولا راي كابتن هاني ولا راي سامر ولا راي احد، لا الراي ده راي علمي. العلم هو اللي بيقول كده، بيقول ايه؟ ان المخ لما بيتعب اللي هو بيشغل اللي هو المسؤول عن كل الحركات وكل الاوامر اللي بتروح للجهاز العصبي اللي بتروح للجهاز العضلي اللي بتقول الناس تحركوا. عشان حاله النادي الاهلي اللي باينه دلوقتي كده وشفناها بدات من سيمبا، بدات من هناك، ان في بطء. البطء ده مش اللعيبه ما بتتعمدش ده تبقى بطيئه، اللعيبه عايزه تبقى سريعه بس الاشارات بتروح بطيئه. الاشارات جايه منين؟ من المخ. اذا المخ تعبان مجهد هتقول يا الله ايه اللي دخل المخ في كل لعبه بتجري وبتلعب كوره وبتاع، كل ده جميل بس انت ده علم البني ادم الهيومن بين النفس البشريه في مخ البشري. تروح اشاره للعضل، العضل تتحرك، يبقى فيه الاشارات دي بقت بطيئه، يبقى هتلاقي نفسك اللعب بطيء. الاشارات سريعه لان فايقه، لان المخ بيبقى فايق، يبقى الواحد بيبقى فايق. انت لما بتيجي لنفسك في اول النهار في اول يوم تلاقي فريش وبتتحرك ومخك فايق وكده، بتيجي في اخر اليوم لو طول اليوم شغل بتجهدي بالظبط كده. هي دلوقتي احنا خلاصه الماتشات اللي فاتت والضغوط اللي فيها وبعد كاس العالم وبعد الكلام اللي هي المباريات المصريه اللي هي في الدوري المصري ثم دورات كاس مصر ثم سافرنا لسيمبا، كل دي ضغوط. في حاجه تانيه، اللعيبه بتقعد قبل المباراه ما بيعملوا مثلا مسحه كورونا، تقول ايه يعني ما ياخدوا مسحه كورونا؟ لا، كل واحد على اعصابه بيقعد فترة أيوة مضغوط عصبيا. ده دي كفاية كابتن فتحي. دي كفاية ان انا النهاردة بعمل مسحة والعادة هي كلها بقت مواسم استثنائية بنتعايش مع كورونا، ان انت تبقى قاعد على اعصابك، هو انا عندي مسحة؟ هو انا هلعب؟ هو انا هتعزل؟ هو انا هخضع للحجر الصحي؟ المدرب بيمر بنفس الموضوع والمدرب والمعاونين، اللعيبه دي هتنقص ولا بتنقص؟ صحيح كابتن، كل دي يا كابتن ضغوط كبيرة جدا على لعيبة النادي الاهلي، وده قدر. خلينا نتكلم بكل امانه، طالما انت لعيب في النادي الاهلي لازم مقدرك انك تكون تحت هذه الضغوط. عايز اناقش حضرتك في ازاي نطلع من الضغوط ديت، وازاي موسيماني نترجم ده لناحيه فنيه شويه، ازاي يتعامل معاها موسيماني. لكن في تقرير مهم جدا، كان كاميرا طبعا البيت الكبير متواجده زي ما حضراتكم عارفين ان فيتا كلاب موجود في مصر بقاله 3-4 ايام. كاميرا البيت الكبير كانت موجوده مع بعثه فيتا كلوب، وكان معانا تقرير او معانا كلام لمدير الكوره، مدير الكوره ديفيز ديابا، ده مدير الكوره لفيتا كلوب، كان معاه لقاء ولقاء مهم جدا، قال نقاط طويله جدا جدا نتابعها مع حضراتكم، ونرجع مع ضيفنا الكبير الكابتن فتحي نصير. We are here because you know it was a plan. Instead of going back from Sudan, we thought that it was better for us to come here early. So everything's going very, very good. Ali people help us a lot, so we are very happy. And
nothing to complain. We promise to do the same, to take care about Ali delegation in Congo, because this is a good relationship for the future for our African football. You know, there's three results in football: win, lose, and draw. The most important thing, as always the coach says, is to give our best. And after what can happen, we say thanks God, alhamdulillah, and we look forward for the future. We know that Ali is the biggest team in Africa, but as we are Vita Club, we have we are a small team. We respect Ali. We give them all the respect, but in football, as I said, we give our best to for the pride of our colors and for the pride of our president Mama Bestine Kazadi and for our president Vicky Dunga. We do our best to say thanks. And the good way for us, for the team, to say thank you for them to them is to give our best and to bring a good result. As I said, Ali is the big team. They have many players. I know especially Karaba. I play against him in Saudi Arabia. There is also Bualia, the Congolese man. Overall, Ali is the big team. It's not a matter of some individual players, but it's a matter of a group. They are a good team, and we respect them a lot. And as we give our best to show a good football and to give a good spectacle to all our fans. Ali first, all member of the boards of Al Ahly, I say that really you are a model. This club is the model for many other teams. We say to them congratulations and thank you for all they did for African football. And to all the Ali fan, I say that they can keep their work, they support behind the team, because the power of all clubs in the world is the supporters. But I have to ask also supporters to be a little kind with some coaches, but because they're putting too much pressure. يمكن فريق فيتا كلاب زي ما قلنا لحضراتكم موجود يعني مبكرا في القاهرة بيتحضر للمباراة المهمة أمام بطل القارة، زي ما المدير الفني سمعنا موجود فعلا من بدري في المدير الفني لفيتا كلاب موجود من فترة في القاهرة استعدادا لمواجهة بطل القارة النادي الأهلي. يمكن لاحظت من طريق كلامه كابتن فتحي أنه مذاكر اللعيبة كمان، مش بس طريقة اللعب، مش بس ان اوراقك مفتوحه في النادي الاهلي، لا مذاكر الطرق، حتى الطرق الفرديه، طرق اللعيبه الفرديه، وده مهم جدا ان احنا لازم ناخد بالنا منه كمان. يعني افتكر موسيماني عامل اعتبار لده. هو اول حاجه يبان من كلامه، اولا محترم النادي الاهلي. ايوه صحيح. هو قال كده محترم النادي الاهلي، مقدر النادي الاهلي، فرحان كافريقي بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي مثل افريقيا تمثيل مشرف في البطولات العالميه ويقصد بها كاس العالم. قال لك ان الاهلي ده موديل او مثل لكل الانديه في القاره انها تكون على هذا المستوى، ان نكون زي النادي الاهلي. شكر مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي لما قدموه للنادي الاهلي الافريقي بصفته ان هم افريقيين. جماهير النادي الاهلي برضه تطرق لها وقال ان انتوا يعني بتشجعوا هم طبعا. ما هي دي نقطه كابتن عايز اركز عليها انا، يعني من خلال الكلام وطلعت ثلاث نقاط. النقطه الاولانيه انه بيقول ان احنا لاعب احسن فريق في افريقيا هو النادي الاهلي، وبالتالي الاستعدادات، او هو شايف ان حتى من خلال المدير الفني لما بيتكلم بيقول له انت هتلعبوا احسن فريق في افريقيا وبالتالي طلعوا كله عندكم، بما معناه انت مش خسران حاجه، ودي نقطه ليها ايجابياتها وسلبياتها. الجزء الثاني اتكلم على جماهير النادي الاهلي وقال لهم استمروا في دعمكم للنادي، لان ما فيش نادي في العالم بينجح
إلا لما بيكون الجماهير في ظهره. وأعتقد ده وقت مهم جدا جدا، والرسالة دي جت في وقتها إن جماهير النادي الأهلي تبقى سبورت للاعيبتها، سبورت لإدارتها، سبورت للجهاز الفني في الأوقات دي، لأن نجاحات الفريق هي يعني جاية من إخلاص وجماهير النادي الأهلي اللي هي في اعتقادي رقم واحد قبل حتى اللعيبة. يعني هركز فيها، يعني لما بقول جماهير النادي الأهلي لأنه هو عارف جماهير النادي الأهلي، لأنه دارس النادي الأهلي. رغم تقول لي طب ما دلوقتي مفيش جماهير، لا بس هو عارف إن في جماهير، يعرف إزاي إن في جماهير كتيرة غالبية العظمى في مصر تمثل أو تشجع أو تدعم النادي الأهلي. فده دارس النادي الأهلي زي ما سام بتقول من كل حاجة، من ناحية الجماهير، من ناحية الإدارة، من ناحية اللاعبين، من ناحية التدريب، من ناحية البطولات، من ناحيه بس الأداء. قال يا كابتن جمله برضو مهمه جدا، عارف اللعيبه، لكن هو قال انا كمان، هو قال انا مثلا اعرف كهربا لعبت معاه في السعوديه، لكن هو بيقول ان النادي الاهلي من مميزاته انه لا يعتمد على اللعب الفردي، وهو بيلعب جماعي. بشغل جماعي بشكل كبير جدا. فده كمان كل ده بيدينا انطباعات ان الناس ديت بصراحه جايه مباراه بالنسبه لها هيلعب ويأدي، يعني لو خسر ده الطبيعي، لكن لو عمل نتيجه ايجابيه بالنسبه له هتبقى حاجه كبيره جدا. وده الخطر يا كابتن فتحي اللي عايز اكلمك فيه، ان المباراه لما بتلاعب فريق زي ما بيقولوا كده مش خسران حاجه، هتلاقي روحهم عاليه، هتلاقي استبسال في الدفاع بشكل كبير جدا. فهرجع تاني للنقطه اللي كلمت حضرتك فيها، الضغوط اللي بيمر بيها لعيبه النادي الاهلي، وحضرتك شرحتها بشكل اكتر من رائع. ازاي موسيماني يحول دوت او يستفيد او يتعامل مع دوت ان المباراه تخرج بشكل لائق على المستوى الفني وعلى مستوى النتيجه؟ يعني ازاي هم اكيد مش هيهاجموا، يعني لما هيلعب من دلوقتي انا بقول اهو عشان على ارضك يا كابتن. يعني لا هم بيلعبوا عشان النادي الاهلي محترمينه، فهم مش هييجوا يهاجموا النادي الاهلي هنا. دي واحده. الحاجه الثانيه، هم كفرقه لازم نفتكر الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي، الفرق المصريه المحليه. كل فرق بتعمل ايه في النادي الاهلي؟ كل لاعب بيقول لك انا بلعب النادي الاهلي في السنه مرتين، بيطلع اكتر من عنده، فانا هطلع اكتر حاجه من عندي. اقصى حاجه ايه يعني؟ لو خسرت ما انا خسرت من النادي الاهلي، صحيح. لو تعادلت من النادي الاهلي كسبت النادي الاهلي. اذا الفكر ده كله في اللعيبه دي في الدوري المحلي، انقله بقى لافريقيا هو هذا الفريق. وزي ما بيتكلم المسؤول عنهم دلوقتي النادي الاهلي 1 2 3 4 بيقول هذا الكلام عليه، اذا هو هينزل بكره او هينزل يوم السبت ان شاء الله، مش هيهاجم في بدايه المباراه، هو هيدافع كويس قوي. ودي شغلتنا ومسماني شغلته، ان هو يتعامل معاهم نفسيا، يتعامل مع اللاعبين نفسيا، يشيل من عليهم كل الضغوط، يحاول يتعامل مع اللعيبه زي ما بيقول هو بيلعب جماعي. بنلعب جماعي بس نزود رتمنا في الاداء، نزود سرعه الاداء شويه، نزود سرعه التحضير، نزود سرعه التمرير، نزود سرعه التسديد، نزود سرعه الجري. كل ده السرعات، كل انواع السرعات، سواء سرعه انتقاليه انك بتجري من مكان لمكان، او سرعه تمرير، او سرعه مراوغه، او سرعه ضغط على الخصم. السرعات دي كلها بتفرق بس يعني انا برضو يعني هنعمل ايه؟ ما هو يعني سمعنا اتفضلي. لا انا كنت عايزه اتكلم في حاجه تانية، انه يعني افتكر انه مهمه دلوقتي اللعيبه اللي بتليد، يعني محمد الشناوي مش عايز اتكلم عليه، مش عايز اتكلم على تألقه، مش عايز اتكلم على انه اخطبوط القاره الافريقيه ومصر في حراسه المرمى، عايز اتكلم على انعكاس التألق ده على يعني هو ده دور دلوقتي انه يعكس تألقه ده على باقي الفريق يا كابتن فتحي. هم اللعيبه نفسها قبل ما الشناوي يعكس هيشوفوا، لان اي فرقه بطل، اي فرقه بطل لابد ان يكون عندها حارس مرمى قوي. طبعا واحنا محظوظين. ما هو ده اذا ده مضمون. ليه بقى؟ عشان زي الايام دي او زي الظروف اللي بيمر بها النادي الاهلي دي، إذا كانش عندك بطل قوي أو حارس مرمى قوي مش هتكسب مباريات. وبالتالي هم اللعيبة بتفكر في كل الفرص اللي جت، مثلا آخر مباراة لعبناها مع الطلائع، كل فرصة جت للطلائع اللعيبة دلوقتي هتقعد تفكر فيها، لأن لولا كفاءة الشناوي كانت الكرة دي جول، ولولا كفاءته كانت الكرة دي جول، ولولا كفاءته كانت الكرة دي جول. الله ده كنا نتغلب كلنا، الله يبقى أنا عملت إيه؟ هتلاقي
الدوافع بتاعت اللعيبه تزيد من انها تشوف الشناوي بيعمل ايه. يعني مش لسه انت مش مستنيه حد تشجعيه او تشحنيه او توجهيه او تشرحيله. ان الشناوي مفروض كل الكور دي ما يشيلهاش، المفروض احنا اللي نشيلها من الاول. ايوه احنا من الاول. الثقه كابتن في خط الظهر، يعني هو دايما بيدي الثقه لخط الظهر، لكن وللفرقه كلها وللفرقه طبعا ما فيش شك. لكن مين اللي بيضيعه وقت يا كابتن عشان يعني هناقش حضرتك في النقطه دي. على المستوى حضرتك بتتكلم فيه اجهاد وفي 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 طيب على المستوى الفني ده رايي وهتناقش فيه مع حضرتك. مش واجب على موسيماني، هو طبعا ليه الاختيارات، ده حق اصيل ليه، لكن يبدا يعمل ينقي بعض العناصر، وخاصه ان احنا عندنا قماشه كبيره. العناصر اللي مش مجهده، يعني اللي ما لعبتش مباريات كتيره ورا بعض، ويبدا يوظف اللعيبه دي او يبدا بيها المباراه. على سبيل المثال مثلا اليو ديانج بقى له فترات بينزل اخر 10 دقائق اخر ربع ساعه، وبالتالي المجهود البدني مش زي حمدي فتحي مثلا ولا عمرو السولي. على جزء مثلا احس الفترات ما بلعبش نتيجه التوقف شويه، فنفسه موجود. محمد شريف كذلك، يعني يبدا ينقي من القماشه اللي عنده ايه اكتر اللعيبه فت على مستوى اللياقه البدنيه اللي ممكن جدا يبدا بيها المباراه بقوه، ويرجع الريتم السريع تاني، يرجع ضغط النادي الاهلي تاني، والعناصر اللي هيخرجها المجهده شويه يديها اخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه في احتياجات او سيناريو المباراه. شو فكرت انت كنت مدرب وكنت لاعب ثم مدرب، ومدرب مش هتحيزك ولا حاجه، مدرب من المدربين المتميزين الموهوبين. ربنا يخليك يا كابتن. لا دي حقيقه. وانت كنت يوم ما بتحط فرقه لا يمكن تتخيل انك هتجيب واحد عارف انه هيديك 6 من 10 وهتريح واحد هيديك 8 من 10. اكيد اللعيبه احنا هنا كلنا كل واحد احنا نفسنا بنحب النادي الاهلي، وانت بتقول هذا الكلام من حبك للنادي الاهلي اكيد طبعا، وانا بقول هذا الكلام من حب النادي الاهلي، وسام بتقول هذا الكلام من حبنا. بس برضو خلي حبنا واحنا خلينا على جنب كده العاطفه، ونيجي للراجل المسؤول اللي هو عايش مع اللعيبه، هو عايش معاهم وشايفهم عنده كل لعيبه، فهو عارف التركيبه تتركب ازاي. هاني جنب فتحي في المباراة دي، ولا هاني جنب أحمد، جنب علي، جنب يسري، انت التوليفة المناسبة للمباراة و طبيعة الماتش. هو بس انا بتكلم من نقطة حضرتك بيدرس فيها بقى ايه مرحلة الإجهاد. ايوه بالظبط، ما هو لازم يقعد كمان مع الجهاز الطبي. أيوة والجهاز بيدرس فيها مرحلة الإجهاد. هل يبقى انا بلعب 3 ما جنب بعض والثلاثه مجهدين بالظبط، يبقى لازم نرسلهم فريش واحد في بالزبط. النص بالظبط، ده اللي بتكلم عليه بالظبط. انا هلاعب الاثنين الاطراف، ده مجهد وده مجهد، لا طب ما انا الاعب ده خبرته بالظبط، وانزل واحد تاني فايق. هو اكيد هي التوليفه والتقسيمه ديت اللي المفروض موسيماني يعملها بشكل اكيد. احنا بس انت بتفكر بصوت عالي وبتتكلم بقلبك، يعني انت لما قلت هذا الكلام وانا قاعد مستمع له، مستمع وفرحان ليه؟ لانك يعني انت بتعيش حاله المدرب المتحمس اللي هو عايز يدي كلامك صح. بس احنا هنا انا وانت وسام قاعدين احنا في شاشه التلفزيون طبعا، لا موسيماني لا يكون في عونه طبعا. فهو في صراع. احنا غير كده هو بيتكلم نمره واحد في اللعيبه، وبيتكلم مع الخصم كمان. ما انا هلاعب الخصم بالظبط، فانا عايز الخصم ده الحته دي عايز لعيب شكله ايه. ايوه على حسب طبيعه المنافس. طبعا ما انا مش هختار طبعا، كلها مقياسات. لو احنا اخترنا فرقتنا ال 11 بمزاجنا من غير ما نبص للفرقه الثانيه ممكن نكون كويسين. دراسه الفرقه الثانيه ده شيء مهم جدا طبعا اكيد. ممكن يا كابتن هاني نكون احنا كويسين، هننزل فرقه كويسه كاسماء لنا بس كفرقه هتلاقي كويس نزلت الفرقه طب انا هلعب التكتيك بقى او الخطه اللي هلعب بيها وطريقه اللي هلعب بيها ضد الفرقه دي دي فرقه ده انا في واجبات اللعيبه دي مش هتاديها. ايوه يبقى لازم اغير اللاعب ده يبقى لازم اربط دي بدي عشان اشوف الفكر الخططي بتاعه اللي يتنفذ عشان اضرب الخطه اللي قدامي. هو بيجيد قراءه المنافس. اي ما هو ده بيؤخذ يعني ما هو عنه ما هو عنه ده دي 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 بتمثل عليه عبء في تشكيل الفرقه يعني هو مش بيشكل الفرقه في الاول في الاداء. لو خد كلامنا 100 100 ما
ممكن نتناقش معاه هيقول اه طب انا هلعب ده فريش وده كذا وده وده اه بس كده في صراع هو في صراع وصراع قوي جدا صراع هي وجهه نظر اللعيب اه طبعا هي وجهه نظر على اساس يعني انا زي ما حضرتك بتقول انا بفكر بصوت بصوت ان انا يعني كمدرب بالظبط وعايز النادي الاهلي يظهر في احسن طبعا حالة يعني كل ده حبا في النادي الاهلي لكن انت ابن من ابناء النادي الاهلي وانت يعني عرقك يعني تروى الحشيشه دي فيها عرق منك يعني من هناك فاذا انت مش بتتكلم كلام فارغ او لا بالعكس هو ده كلام الراي وكلام الراي العام وكلام السوشيال ميديا كلام الجماهير كل الناس بتتكلم كده بس احنا عايزين نفهمهم لا تعال ستوب احنا بنتكلم كده بس هو الراجل ده هيحط وهناخد ان احنا كل اللعيبه الغير مجهده اللي هي اللعيبه الفايقه هتنزل لو هو ده الشرط الوحيد في وضع الفرقه نعمل كده بس انا عندي مشكله تانية ازاي الاعب الفرقه اللي قدامي فانا هلعبها لازم اجيب الحاجه اللي توقفها انا عندي اتنين لعيبه واحد سريع وواحد بطيء البطيء ده حريف كويس قوي وفت والسريع ما هوش فت طب هلعب السريع ولا البطيء هلعب الطويل ولا القصير هلعب الراجل اللي هو بيلعب على الكوره ولا بيلعب على الجسم هلعب حاجات كتير هو بعد كده حسابات اكيد في اعتباره كلها كابتن هو مشكله انا معاك يا كابتن الحسابات بتبقى صعبه شويه لكن انا بتكلم ان قماشه النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي طبعا فيها تديله فرصه بالظبط تديله فرصه اللي هو عايزه بالظبط لان المستويات قريبه اتكلمنا مثلا على حسين قريب من كهربا بواليا قريب من شريف بنتكلم على فروقات قليله جدا لكن اللي احنا بنشتكي منه دلوقتي عمليه الاجهاد الذهني اللي حضرتك شرحتها والاجهاد البدني ان ممكن جدا يعوض دوت يعني ديانج في نص الملعب فريش ده وجهه نظر ينزل جنب عمرو ينزل جنب حمدي فتحي فهيديك نوع من انواع الباور شويه في نص الملعب وهكذا يعني عشان كده كابتن هاني احنا دايما نقول ايه كره القدم اذا تساوت الفرق وتساوى اداء اللاعبين المهارات التوفيق حتى لو المهاره طبعا. صح ما هو هيتساوى في المهاره كمان ما انا بقول لحضرتك حتى التوفيق. لو التوفيق يا كابتن يبدا بالمدرب تقول لي المدرب التوفيق ايه انه يختار اللعيبه اللي انت بتقول عليها يا كابتن هاني وان السيناريو يطلع زي ما هو يعني لا يعني زي ما حضرتك قلت ايه التوفيق في ان انا اختار اللعيبه الفريش الفايقين القادرين على العطاء اللي هم مش مجهدين عشان يقدروا يدوني التوفيق في قراءة الخصم ووضع طريقة اللعب والخطة اللي هلعب بيها اللي تناسب التوفيق في ان اللعيبة دي تنفذ لي الكلام اللي انا عايزه مش انزل اللعيبة وبس مهم جدا ان اللعيبة دي تعرف هتوقف الخصم اللي قدامي اللاعب السريع هنوقفه واللاعب المهاري مش هيبقى مهاري واللاعب اللي هو بيحتفظ بالكوره مش هيحتفظ بالكوره ده كله التوفيق وبعدين التوفيق لحكم المباراه دي نتكلم فيها طب خلينا نقف عندها نقف عندها في بدايه الحلقه كنا طرحنا سؤال توقعك لنتيجه مباراه الاهلي وفيتا كلاب يوم السبت اللي جاي بعد الفاصل نعرف راي كابتن فتحي نصير واراء حضراتكم اللي جاءت على مواقع الاتصال الاجتماعي في البيت الكبير نفكر حضراتكم بسؤال الحلقه اللي جاء في بدايتها متوقع نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلاب تخلص على إيه؟ إحنا هنستعرض مع حضرتك الكابتن فتحي والمشاهدين يعني ما جاء في بعض التوقعات سواء على تويتر على إنستجرام على فيسبوك بس وبعدين نعرف طبعا رأي حضرتك في مين اللي هيسجل الأهداف مش كام إحنا نبدأ من الفيسبوك كالعادة مصطفى محمد قال الأهلي هيكسب إن شاء الله 2-0 بدوي أبو المجد قال إن شاء الله الفوز للأهلي برضو 2-0 أستاذ رجب السيد توقعه للأهلي 3-0 ده على فيسبوك على تويتر سيد فرج بيقول إن شاء الله الفوز الأهلي 3-1 مروان برضو على تويتر مروان ساهر بيقول الأهلي إن شاء الله 2-0 ومحمد ناجح بيقول الأهلي هيكسب إن شاء الله 2-0 ده على
تويتر على انستغرام. على انستغرام اسماء بتقول 2-0 للاهلي، اغلبها 2-0 برضو. السيد رضا 2-0 للاهلي، محمود بيومي 3-0 للاهلي، مروان 2 للاهلي. 2-0 للاهلي يا كابتن فتحي، راي حضرتك ايه؟ لا يعني هو تفاؤل الجمهور ده من ثقتهم في فرقتهم، يعني هم حاسين الفرقه ايه وعارفين الفرقه اللي بيقول 2 وبيقول 3 وعارفين اهميه المباراه طبعا، وعارفين اهميه المباراه والثقه ان الفرقه انك عندك فرقه وعارفه ان فرقتك عارفه هتجيب اجوال. ما كانش حد قال انها مش هتجيب اجوال، لكن هم في ناس قالوا 2-0. انا بقول لحضرتك، بسال حضرتك لا الاهلي ان شاء الله باذن الله يكسب المباراه. كم باي طريقه؟ لا ما هو حته الاهداف وكم ودي بتبقى زي ضربة حظ انت بتقوليها. ممكن تبقى واحد، ممكن تبقى اثنين، ممكن تبقى ثلاثة. مين يسجل؟ مين ممكن يسجل في الماتش ده؟ ممكن يسجل النادي، ممكن يسجل النادي في الماتش ده. لا عارفه مين؟ فانيلا حمرا هتسجل. لا لا مش عارف. لا 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 كابتن بسال بجد، مين ممكن يسجل من وجهه نظرك في ماتش لو النادي الاهلي بيلعب باسلوب فردي هقول لك مين اللي يسجل، لكن الجماعيه دي في وقتها امام المرمى اللي هيقدر يسجل هيسجل، لان الاهلي لعبه جماعي. حتى تلاقي كل اهدافه مش بيسجلها لاعب ولا اتنين. زمان يعني مثلا من 10-15 سنه كانوا معروفين اللي بيسجلوا اهداف 3 لعيبه او 2 لعيبه بكتير خالص. دلوقتي لا، دلوقتي مفيش. اختلفت حتى الادوار طبعا، لان دلوقتي اي حد بيجيب جول، اي يعني يجيب ناحيه اليمين. ليه؟ لانك بتلعبي لعب جماعي وليس بمهاره فرديه. ده اللي دايما يردده كمان موسيماني في المباراه. صحيح، يعني زي ما حضرتك بتقول دلوقتي الادوار بقت متقسمه بشكل او باخر، ودايما والافضل ان كل فريق يكون عنده اكتر من لاعب يقدر يسجل، مش معتمد على لاعب او اتنين بس اللي يسجله. ده راي حضرتك، وسمعنا راي على صفحه القناه بالنسبه لفيسبوك وتويتر وانستجرام. كمان عايزين نعرف اراء الجماهير، الجماهير في الشارع. كان كاميرا البيت الكبير كانت موجوده في الشارع، كمان اراء الجماهير اللي هي ما شاركتش او ما عندهاش فرصه للاشتراك فيه على وسائل التواصل الاجتماعي، نعرف رايهم من خلال التقرير اللي معنا. ان شاء الله الاهلي هيكون على الاقل يا واحد يا اثنين، ان لم يكن اثنين هيبقى واحد، لان الاهلي ده مؤسسه. وبعد كده عنده اراده، الفريق بيبقى عنده اراده، بينزل يلعب يجيب الاول، ما بيلعبش على الثاني، بيلعب على الاول دايما. ان شاء الله الاهلي يكسب 3-1 باذن الله. ان شاء الله 2-0 باذن الله. 2-0 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بنتوقع فوز كبير باذن الله، هيبقى ان شاء الله 3-1 ان شاء الله. ان شاء الله يعني فوز الاهلي 2-0. متوقع ان الاهلي هيفوز 2-1. اتوقع ان مثلا النادي الاهلي يكسب 2-0. اتوقع 3-0. ممكن مثلا 2-0. ان شاء الله توقعات الاهلي هيرجع لطبيعته وهيقدم ماتش اقوى من الاولاني ان شاء الله، وهتكون نتيجه عاليه جدا كمان ان شاء الله، مش هتقل عن 3 كمان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ما نغلطش غلطات الماتش بتاع سيمبا، واننا نكسب 2-1 ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله باذن الله. وقفشه واجاي توقعاتي يعني مثلا الاهلي 2 و0 2-0 ان شاء الله. الاهلي يعمل مباراه كويسه ويفوز 2-0 ان شاء الله باذن الله. 2-0 الاهلي، وان شاء الله نقدم اداء محترم يليق بالفريق، وعلى عكس اداء الماتش اللي فات باذن الله اللعيبه تكون في فورمتها الماتش ده، وباذن الله نقدم ماتش محترم يليق باسم الاهلي باذن الله. ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. أكيد كل توقعات إن شاء الله بفوز النادي الأهلي، الكل متفائل، الكل على أمال بإذن الله إن النادي الأهلي يحقق نتيجة طيبة. وكابتن فتحي زي ما بقول الروح التفاؤل دايما موجودة لجماهير النادي الأهلي، ودايما عندها ثقة في لاعبتها، بالرغم إن بعض زعلان شوية على الأداء، لكن دايما وأحد الجماهير بيقول النادي الأهلي مش عايز يبقى التاني، النادي الأهلي دايما بيلعب على الصدارة. يعني الطبيعة إن هو الأول، زي ما هم عندهم ثقة في لاعبتهم، اللعيبة تاخد ثقة من الكلام ده. صحيح، ان تحس ان الجماهير كلها متفائله وعندها دي ربط بين اللاعب وبين الجمهور. طب دلوقتي مفيش جماهير في المدرجات،
دلوقتي المدرب او اللاعب اللي بيشوف هذا التقرير وبيشوف الجماهير بتقول ايه، هو ده الربط بينهم، بتحس ان بيحس باللعيبه انها واثقه فينا ان احنا هنكسب. فدي معنوياتهم معنويات بتزيد. ودي دوافع تانية للعيبة. دوافع تانية ايه؟ ان تشوف الجمهور كل واحد صغير او كبير، ست او راجل، طفل او راجل عجوز او جد او كده، كلهم التفاؤل عندهم وكلهم ما 2-0 2-0 2-0 3-0، رغم ان هم ما يعرفوش ده التاني قال ايه وده ايه، ما بيقالوش بعض، لكن ليه استقروا على هذه النتيجة؟ ده تفاؤل، وده الربط، ده الربط الروحي بين اللعيبة وبين جماهير النادي الاهلي. وده لازم يوصل جدا للعيبه زي ما حضرتك قلت، ده شيء مهم جدا. قبل الفاصل كنت حضرتك بتتكلم برضو في نقطه عايزه افهمها اكتر، يعني كنت بتتكلم على التوفيق، التوفيق قبل الخطه الناجحه، التوفيق قبل تجهيز اللعيبه المناسبين لطبيعه المنافس، التوفيق على المستوى التحكيمي، هي دي النقطه اللي احنا وقفنا عندها وعايزك تشرحها لنا باستفاضه. يعني ايه التوفيق على مستوى التحكيم؟ لا انا يعني حضرتك ان احنا قلنا التوفيق بعد ما تعملي عملك يبقى في توفيق. يعني انا موسيماني ربنا يوفقني ان انا اختار ال 11 بفكر الكابتن هاني لما قال وقلنا ان احسن 11 ايه، ويراعي فيهم الناس الغير مجهدين ويراعي الفرقه اللي قدامه شكلها وكده، يبقى ده ربنا هيوفقه نختار لعيبه كويسه، ثم هيختار لهم طريقة اللعب. احنا بنلعب 4-2-3-1. طيب ايه الخطة بقى اللي جواها؟ دي الطريقة. طب خطة اللعب، خطة اللعب، واجبات اللعيبة في هذه الطريقة. الواجبات دي بتختلف من اللعب ومن خط الخط ومن وقت الوقت في المباراة، وبتختلف طبقا للعيبة اللي قدامي. المنافس طبعا. المنافس اللي قدامي. انا الواجب بتاعي اللاعب اللي قدامي ده هعمل له ايه؟ هضغط عليه ولا هحلق عليه؟ ولا هشترك قبل ما ياخد الكوره؟ كل دي ده التوفيق. التوفيق ليه؟ التوفيق بقى ان اللعيبه تنفذ كلام المدرب وتنفذ الخطه اللي بيقول عليها بالظبط. طب ده الجانب بتاع اللعيبات. التوفيق ان اللعيب لما بيجي قدام الجول ممكن يشوطها تضرب في القايم، تطلع بره تضرب في القايم تخش جوه، ده التوفيق. اجاييه جول جابه بدماغه، كره ضربت، ضربت في القايم دخلت، ممكن تضرب في القايم تخرج، فده التوفيق. يبقى ان انا هنا موفق في كده، مش ان انا الحظ جه معايا، لا ان انا وفقت لان انا تعبت. بالظبط. ما هي الكره دي مش هتيجي من الهوا ومش صدفه ده انا لاعبها. لا بس هو التوفيق انها تضرب هنا وتخش. التوفيق بقى في ايه؟ في ان الحكم يديني حقي، ما يظلمنيش، ما يدينيش انذار غلط. حلو التعبير ده. ما يحسبليش فاول غلط. فاذا ان الحكم التوفيق معناه التوفيق التحكيمي معناه انه الحكم يديك حق. انا عايز حقي. مش عايزه يجي مني. انا عايز حقي. ما يكسلش يروح للفار. لا ما هو الماتش ده ما فيهوش فار. ما بقول لك ايه مثلا يعني لكن اذا ده التوفيق. التوفيق ان انا ما فرقش كتير يعني ادي لكل واحد حقه. ده بالنسبه للحكم. لان هم كل الحكام انا اقول لحضرتك كل حكام العالم حافظين القانون. القانون في كرة القدم 17 مادة. 17 مادة دولت كل الحكام حافظينهم. بس المادة 18 هي دي اللي بتفرق حكم عن حكم. هتقولي الله ده القانون بتقول 17، ما المادة 18 دي؟ المادة 18 كيفية تطبيق ال 17 مادة اللي هي إدارة المباراة. تختلف من حكم لحكم. أنا بصفر بقول دي ضربة حرة مباشرة، الكابتن هاني بيقول لك لا. وجهه نظره وانا وجهه نظري، هو ده التوفيق. ربنا توفيق الحكم ان يديني حقي من خلال الماده 18 من خلال ادارته للمباراه. التوفيق في ان الجو يبقى مناسب ليا. صحيح. التوفيق في ان يعني حاجات طبعا لو في جمهور ولا في حراره ولا في كده، دي كلها عوامل يعني داخله. فكره القدم دلوقتي التوفيق لها 10% في نتيجة أي مباراة أيا كانت. تابعت تقرير الفيفا؟ تابعت تقرير الفيفا اللي اتكلم أو كتب عن هيمنة الأهلي على البطولات المحلية لمدة 15 سنة؟ تابعته؟ قريته إزاي؟ لا يعني قريته لأن أنا حاسه. لأن أنا عشت موجود. أنا يعني أنا هو بيحكي جوه. حاجة عندنا. يعني واحد من بره بيحكي إحنا عملنا إيه؟ أو إحنا شايفين إيه؟
بس لما بتيجي منهم بتبقى أقوى. صح. لأن تبقى جاية من طرف دولي أقرى أعلى فكري أعلى فني مسؤول عن اللعبة يعني اللعبة يعني. ودايما يا كابتن لغة الأرقام هي بتبقى الناس اللي بره دي الفيفا ما فهمش ما فيهوش أهلاوي وما فيهوش زملكاوي ومسمعلاوي. هو الراجل بيتعامل من خلال بطولات, بيتعامل من خلال أداء, بيتعامل من خلال بوينتس النادي الأهلي بياخدها من كل بطولة بياخدها بيضاف ليه بوينتس, عشان كده هو نادي القرن وإن شاء الله يبقى نادي القرن اللي جاي بإذن الله من خلال بطولاته من خلال أرقامه كل دوت. هو ده النادي الأهلي. حتى كان يعني بعض الناس مش عايزين نرجع لورا ان كاس العالم للانديه ده مش مهمه, لا ده مهم عشان اضاف اكتر من 4 نقاط للنادي الاهلي في مشوار بطولاته. فدايما بنكون فخورين جدا جدا بالنادي الاهلي لما كمان الرساله بتيجي من بره, رسائل البايرن, رسائل الدول الاخرى اللي هنت النادي الاهلي. فحتى على المستوى العالمي ما شاء الله يعني النادي الاهلي دايما موجود وبقوه, شعار النادي الاهلي في الفيفا, فانيله النادي الاهلي في الفيفا, فكل دوت يعني يزيدنا فخر ان احنا موجودين في كيان النادي الاهلي. ما اكيد يا كابتن انشو انت بتتكلم كده وانت قاعد, فانا بتخيلك انت بتتكلم بقلبك وبروحك انك لسه لاعب عندك 20 سنه. نفسي ارجع العب وبتتكلم بهذا الكلام فعلا. يعني النادي الاهلي وما وصل اليه ولغه الارقام زي انت قلت, لغه الارقام ما تكذبش ولا تتجمل لكن بتدي حقائق ان ما حدش يختلف. اما الكلام المطلق الكلام النظري كلام والله ده انا ايه والفرقه ايه والكلام ده كله كلام نظري نختلف فيه. ممكن النهارده تقول الجو كان برد, سام تقول لا يعني امبارح كان برد اكتر, لكن اقدر اقول لك الكلام المطلق يعني امبارح كانت درجه الحراره مثلا 10 والنهارده درجه الحراره 11, خلاص الرقم ما يكذبش يبقى. لكن اما اقول كلام في المطلق ده سهل الناس يعني تقول ده انت بتقوله او بتشكك فيه اما الرقم لا يمكن حد يشكك فيه. وبالتالي لغه الارقام هي لغه العصر, هي لغه الزمن, هي لغه التكنولوجيا, هي لغه النادي الاهلي ان هو نادي القرن, لغه النادي الاهلي ان هو بطل افريقيا, ان بيحارب على البطوله وبيحافظ عليها. لانك انت في نقطه تانية, احنا بنخش المباراه بنصارع عشان حاجتين, عشان هذه البطوله والحفاظ على البطوله السابقه ان انا شايلها. صح. انا شايل الكاس معايا, انت شايل حمل, فانا عندي هدفين مش هدف واحد. اما الفرق اللي بتلعبني عندها هدف واحد عايزه تاخد البطوله, لكن انا عايز احافظ على اللي عندي وعايز اخد البطوله الثانيه. اذا انا بالتوالي وده موجود على مستوى افريقيا وعلى مستوى الدوري برضه. الدوري احنا ابطال الدوري. ليه بقى النادي الاهلي مضغوط عصبيا؟ عشان الكلمتين اللي انا قلتهم في الاخر, حبيت اخليهم يبقوا في الاخر على اساس الضغوط اللي انت محتفظ بحاجه عاوز تحافظ عليها. صحيح. وفي نفس الوقت عايز تاخد الثانيه, فانت عندك حاجتين بتحافظ على, يعني ليك ولدين او ليك بنتين بتحافظ عليهم, واحده لسه بتجيبها والتانية بتحافظ عليها. هو التاني عايز واحده بس, وكمان عايزين نروح كاس عالم تاني ان شاء الله. كاس عالم تاني. طب بمناسبه الدوري, رايك ايه في الدوري يا كابتن لغايه دلوقتي؟ الدوري المصري لا, هو الدوري المصري طبعا غير الدوريات السابقه مبدئيا, يعني في تطور كتير في اداء الفرق في اداء اللاعبين مع دراسه انهم امام الاهلي مش عاوزين يخسروا. ما الكلام ده مش عاجب كابتن علاء ابراهيم امبارح, مش عارفه شفت الحلقه ولا لا. مش عاجب يعني ان في فرق النهارده على عكس التوقعات من ناحيه تاني الاداء. هو كان ليه راي تاني ان الدوري ضعيف, مستعجب يعني. لا يعني ما نقولش ده اصل ضعيف, هو بيبان له انه ضعيف عشان بيجوا يدافعوا قدام النادي الاهلي. لكن مثلا انت زي فرق, كل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بدايه هاتيها من دجله من اول الدوري تعادلنا معاهم. طب ما انت تعادلنا البنك الاهلي برضه تعادلنا معاه, موقفين الناس كلها ورا وجايين بيقول لك انت تهاجم. مش دي كره القدم, مش دي حلاوه كره القدم, مش دي متعه كره القدم. انت بتهاجم وانا بهاجم وكده, دي الكوره. كل الفرق دلوقتي حاطه النادي الاهلي قدامها, ده بطل افريقيا, ده بطل الدوري, ده الاول, احنا انا عايز الماتش ده وبعد كده ما يحصل اللي يحصل. ده كان مفيش. الكلام ده من زمان يا كابتن قوي يعني, ولا زال لغايه دلوقتي. طبعا بقول لحضرتك ده من طب ما هو دجله لو اتعادلت قدر النادي الاهلي طبعا, النادي الاهلي في بدايه الدوري اذا فرقه قويه راحت فين بعد كده؟ دلوقتي في اخر الدوري
يعني ما نقولش ان الفرق دي، الفرق اللي في الدوري دلوقتي التطور اللي فيها والتطور الخطط اللي فيها كيفيه افساد هجمات الاهلي او الزمالك، هم بيلعبوا كده مع الاهلي والزمالك عشان نبقى. طب بره الاهلي والزمالك كابتن، شايف يعني شايف الفرق ازاي؟ شايف لسه بدري نقول المربع الذهبي ونقول اللي الناس اللي نازله لان لسه بدري على الدوري، لكن يعني اجماليا كده الكابتن فتحي نصير باصص للدوري ازاي السنه دي؟ افضل الفرق يعني اسوأ النتائج اسوأ الفرق؟ لا هو يعني اهلي وزمالك طبعا دولت يعني في مكانه ثانيه، في فرق يعني مش مأدية على قد إمكانياتها، يعني مثلا إمكانياتها كبيرة بيراميدز عندها إمكانيات لاعبين إمكانيات مادية، يعني إذا إمكانيات فنية إدارية مالية، بس ما فيش إنتاج جماهيرية وكده، ما فيش إنتاج. فين بيراميدز دلوقتي؟ هل بيراميدز يقارنها بصراحة مع بقية الأندية حتى لو أندية شعبية بإمكانياتها؟ لا، بس الإمكانيات التانية طبعا بتصارع. المقارنة ظلمة طبعا يعني. لكن لسه ما أدتش لانها برضو جابت ست لعيبه، والست لعيبه مره واحده لعبوهم لسه مش متفاهمين مع بعض، ظروفهم مع بعض، بحس تلاقي من كل زهره بستان، يعني جايبين لاعب من هنا لاعب من هنا لاعب من هنا، عاوزين لسه وقت عشان انهم ينصهروا بقى الهارمون بينهم كده. وبعدين غير كده في هدف، يعني انت مثلا اللاعب اللي بيخش في النادي الاهلي جديد بتقول لسه عايز يبقى هارمون، لا هو عنده النادي الاهلي، هو هدفه النادي الاهلي، انا بلعب في النادي الاهلي. فبيراميدز هو هدفه انه يكسب، اسم النادي لسه ما معلمش مع اللعيبه، فهو نازل يكسب مباراه دايما يا كابتن. النادي البطولات بيبقى تاريخ، نادي البطولات مش يعني مع احترامي لكل الانديه، لكن دايما الانديه اللي بتلعب على البطولات واصحاب التاريخ في البطولات ليها سمه خاصه وليها شخصيه خاصه. مع احترامي طبعا لبيراميدز نادي على المستوى الفني نادي كويس، ولكن ان تحسب كنادي بطولات لا، يعني لسه قدامه مشوار طويل قوي. ما هو يعني قدامه احنا التاريخ ما بيكذبش زي الارقام ما بتكذبش، ما هو التاريخ ما بيكذبش. 1907 النادي الاهلي، طب انت فين من 1907؟ طب البطولات اللي خدتها دي كلها ما بالارقام، اذا في ضريبه طبعا بيدفعها النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي في انهم بيلعبوا للبطوله، وانهم بيلعبوا ضد هذه الصراعات وضد هذه الاهداف، انهم بتحملهم مسؤوليه كبيره انهم كسبوا بطوله وكسبين بطولات وعايزين يحافظوا وعايزين يمشوا على القطر فيها. شرفتنا النهارده. ميرسي جدا يا خطفتك. انا قلت في شرفتنا النهارده يا كابتن فتحي. الله يكرمك بجد. الحمد لله دايما بنبقى سعداء بكلامك. الله والله كابتن فتحي دايما بكون سعيد والله باجي. لا دايما بتمتعنا يا كابتن، ودايما بتشرفنا وبتزيدنا يعني ثقافه وعلم، ودايما يعني دايما متواجد في بيتك. الله بيتك طبعا بيت الكبير بيتنا. شكرا جزيلا كابتن. ربنا يسهلكم ان شاء الله باذن الله. والمرقب يا رب. كم يا كابتن؟ يا رب ان شاء الله اي لعيب هيجيبها من مطمين. فانيلا حمرا. طب مين؟ فانيلا حمرا بأمانة مين؟ أجاييه؟ ده لما بقول لك اصل قلت كده ما قلت كده يبقى احنا ما بنلعبش جماعي. مين اللي هيكون وقتها امام المرمى؟ نكسب يا كابتن ان شاء الله. في واحد هيسجل يا كابتن. ايوه احنا واحد هيسجل، عاوزين نكسب يا رب باسم النادي الاهلي. ان شاء الله حتى شكرك. يكون الشناوي اي حد، المهم نكسب والمهم الثلاث نقاط ان شاء الله باذن الله. التوفيق لفرقتنا النادي الاهلي. ميعادنا مع حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من 10 ل 1 في البيت الكبير.